توكل على دكتور محمد. شايفيني كمان مظبوط؟ تمام 100%. طيب، يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم. طبعا في البداية برحب في جميع الزملاء الموجودين معنا من كل الدول العربية ومن فلسطين، زملائي كمان في العمل والطلاب وكل الموجودين، أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. زميلكم وأخوكم الصغير محمد عيسى، طبعا أخصائي طب مخبري، بكالوريوس من الجامعة العربية الأمريكية، ماستر يعني حاليا قاعدين ننهي فيها إذا ربنا راد، برضو من الجامعة العربية الأمريكية، موظف حكومة، رئيس شعبة المايكروبيولوجي في مديرية الصحة عندنا، وإلي هذا المختبر الخاص المتواضع اللي حاليا أنا بشتغل فيه. طبعا اليوم المحاضرة رايحة تكون عن يعني خلينا نحكي سبيسيفيك في اليورين كلتشر، كيف إحنا بدنا أول إشي نستقبل العين من المريض، كيف نحكي معاه، كيف نشتغل العينة، كيف نطلع الانتربريتيشن اوف ريزلت، كيف نكتب وان شاء الله ان شاء الله بيعجبكم الموضوع وبتستمتعوا وبتتعلموا حاجات جديدة وبتتعلموا او بتعيدوا تطوير من ذاتكم اذا كانت هاي المعلومات عندكم كمان. وانا بستقبل اي معلومة من اي شخص لو كانت موجودة عندي او مش موجودة عندي برضو بستقبلها وبصدر رحب يعني. وخلينا نبلش حاليا. اول شيء بدي احكي فيه بالنسبة لل يورين كلتشر اللي هي الاس او بيز اللي احنا بدنا نشتغل عليها، كيف احنا بدنا نشتغل، هاي شغله مهمه. لما احنا بدنا نشتغل اليورين كلتشر لازم التيم كله اللي في اللاب بيشتغل يكون نفس البروسيجر اللي بنشتغل عليها. ليش؟ عشان ممكن احنا نكون في مناوبات وهذا اليورين كلتشر بده 3 دايز، فممكن انا اشتغل اللي يجي بعديه يكون يعني البروسيجر تبعته تختلف عني، وبالتالي ممكن يصير في ايرورز، ممكن يصير في كونتامينيشن، ممكن يصير في مشاكل احنا ما نعرفها. لما يكون الاس او بيز واضحه والكل متبعها احنا بنعرف وين التريك، بنعرف نصلحه او بنعرف نقيمه، بنعرف وين المشكله اللي احنا حطينا فيها. تمام. الاس او بيز اللي هي الستاندرد اوبريشن بروسيجر، هاي طبعا عالميه. كسلايد الاولى هاي بنحكي عن الاس او بيز العالميه بشكل عام، وبنحكي عن اكثر من الكلتشرز يعني اكثر من تايب، ممكن اليورين، ممكن الستول، ممكن السواب، بس انا بدي شوي شوي يعني بدخل بجزئيه اليورين كلتشر بحد ذاتها. تمام. هسه هاي الستبس او هاي النقاط اللي انا بدي احكي عنها هي الاس او بيز بشكل عام. اول شيء انا لما بيوصلني المريض ومعاه الفورم، خليني احكي، فورم مكتوب فيه يورين كلتشر، مكتوب فيه المعلومات، مكتوب فيه العمر، مكتوب فيه التاريخ، مكتوب فيه كل شيء. انا بدي ابلش اشتغل فيه. اول شيء انا بحدد السامبل سورس اللي انا بدي اشتغل عليها، يعني هذا جاييني مكتوب فيه يورين كلتشر ولا سول كلتشر ولا اير سواب ولا بلاد كلتشر ولا غيره. انا حاليا بس بدي اختص بجزئيه اليورين كلتشر، فبعرف اللوكيشن اللي انا بدي اشتغل عليها. ثاني نقطه، بستخدم الابروبريت كوليكشن ماتيريالز، يعني شو المواد المناسبة لهذا التست اللي أنا بدي أشتغل عليه بكون عارفها. تمام. طبعا أنا ببلش معكم بالبيسكس، فيعني اللي بيعرف هاي النقاط بزيد معلومات فيها، واللي ما بيعرفها بيتعرف عليها، وخلينا نمشي إيش بشكل علمي ومرتب ومفصل لهاي النقاط. فأنا مثلا الكوليكشن ماتيريالز اللي أنا بدي أشتغل عليها في اليورين كلتشر هي الستيريل كونتينرز. تمام. ف هاي انا بدي اعرف كيف اتعامل معها وكيف بدي اعطيها للمريض وكيف المعلومات اللي انا اقدمها للمريض عشان يقدر يجيب لي هاي العينه. ثالث نقطه، انا بدي يكون عندي كل شيء اسيبتك، فحص الكلتشر ضروري جدا يكون اسيبتك تكنيك، وكل شيء عندي ستيريل سواء المواد او انا او المريض. فالمريض بدي اقول له هاند هايجين، انا بده يكون نحكي عن بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت كلها ستيريل، الكونتينر ستيريل كونتينر اللي انا اللي بده يجمع فيها المريض، وكل شيء انا بدي اشتغل عليه عشان افويد الكونتامينيشن. النقطه الرابعه، كولكت ذا سامبل. السامبل هاي انا اللي بدي اجمعها، بحكي للمريض كيف بده يجمعها سواء كان كبير او طفل ومعاه مرافق يقدر يجمعها بشكل صحيح عشان يفهموا كيف يجمعها. فالكبير انا بحكي له اول شيء الهاند هايجين ضروري، هذا واحد. اثنين،
المنطقة اللي بدنا نجيب منها العينة مثلا اليورين بدي أنظفها بشكل منيح قبل ما أجيب العينة، والطفل برضو أنا الكبير مع المرافق بقول له هاي التفاصيل إنه يجيبها بنظف له منيح. أحيانا الأطفال ما بيقدروا يجيبوا بشكل سهل، فإنه بدك تعطيهم ووتر، بدك تشربهم شوية سوائل عشان يقدر يجيبوا. يفضل إنه العينة لما بدنا نجيبها نحاول قبل بساعة ما يكون في عملية يورينيشن، يعني ما يكون في رايح على الحمام ومبول المريض. النقطة الخامسة وهي مهمة وضرورية جدا بالنسبة إلنا كأخصائيين طب مخبري أو فنيين مختبرات أو الناس اللي بتشتغل في المجال هذا، ليبل ذا سامبل كثير 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 مهمة هاي النقطة. ليش؟ أنا هاي النقطة أنا بده يكون عليها النيم تبع البيشنت، بده يكون عليها الديت، بده يكون عليها التايم اوف كوليكشن، بده يكون أي ريليفنت كلينيكال انفورميشن عليها، يعني الست بدها تكون مكتوب بالتفاصيل إذا كانت بريجننت، إذا كان طفل قديش العمر. ليش؟ لأنه أنا يعني لما بدي أعمل الأنتي مايكروبيال سسبتابيليتي تيست بكره هدول لهم في أنتي بايوتكس ممنوع احطها للبريجننت، ممنوع احطها للتشايلد، فانا هذه التفاصيل بتعنيني. هاي نقطه. النقطه الثانيه كمان الميديكال هيستوري، يعني المريض مش بس الطبيب بياخذ منه شو السيمبتومز وبيتعرف على ساينز وبيجيب التفاصيل هاي عنده، لا كمان انا بدي اعرف هاي الميديكال هيستوري لانه اخرى شويه كمان راح نشوفوا انها هاي بتهمني. تمام، فهاي الليبل ضروري جدا. ستة ترانسبورت سامبل. طيب انا اجتني العينه أو قلت للمريض اجمع لي إياها، أنا بدي أشتغل فيها إيميديتلي بشكل مباشر، ما بقدر أنا أنقل العينة إلا يعني بطرق خاصة أحفظ فيها العينة. فمثلا أنا لما بدي أحفظ العينة لـ 24 ساعة فقط معاي في الريفرجيريتر، تمام، لمدة 24 ساعة، بعد الـ 24 ساعة إذا ما اشتغلت ما يعني ترفض هاي العينة. تمام، فضروري أشتغلها إيميديتلي معاك لحد 2 أورز تشتغل العينة، بعديها ما بقدر لانه بصير جروث البكتيريا. تمام، هسه الاس او بيز هذه كلها هي يعني خلينا نحكي يعني تعطينا زي ما حكيت في البدايه انه احنا كتير بنشتغل كلنا نفس البروسيجرز مهمه عشان نعمل هاي مايكروبيولوجي تيستينج، وكمان عشان مينيمايز ذا ريسك اوف ايرورز، نقلل الايرورز ونقلل الكونتامينيشن ونضمن انه الريزلت هاي طلعت اكيوريت وريليابل. تمام، فهاي الاس او بيز كثير مهمه بالنسبه لنا عشان نمشي عليها وعشان زي ما حكيت نقلل هاي الكونتامينيشن وهاي الايرورز اللي ممكن تطلع لنا. تمام، اول نقطه بعد ما انا استلم والعينه توصلني، اول نقطه دي كونتامينيتنج للبنش للتوبس للسرفيسز اللي انا بشتغل عليها. كيف انا بدي اعمل دي كونتامينيتنج؟ هون موصل من الـ WHO طبعاً للـ surfaces، إذا زي ما هو واضح عندنا في الـ أسف في الـ لو بدي أجيب الـ pointer، زي ما هو واضح عندنا للـ surfaces الـ disinfectant للـ surfaces هو 0.1% البليتش. البليتش هو الكلوراين، تمام، الكلور إحنا اللي نستخدمه في هاي النقطة. هسا في عندنا طريقتين للانسكبات للبلاد وللفلويدز، الانسكبات اللي بتصير انا بدي تركيز اعلى من الكلور 0.5% بليتش، لانه هاي طبعا انفكشوس ايجنتس. هناك انا السرفيس بنظفها بالعاده، ولكن يعني عشان تصير ديسانفكتنت بستخدمها، وبالتالي لازم يكون يعني اقل شوي البيرسنت او الكونسنتريشن تبع البليتش. تمام، مش شيء منيح انه يكون البيرسنت تبع البليتش او الكلور شيء عالي لانه بسبب مشاكل ثانيه هسه بتطرق لها. زي ما حكينا السرفيسز 0.1، كيف انا بدي احولها او كيف انا بدي اعمل ديليوشن ل 0.1 هاي بيرسنت البليتش؟ طبعا في بتيجي عندنا الجالنز، الجالنز هاي فيها بكون مكتوب عليها 5% بليتش، اذا بدي احولها ل 0.5% بحط 1 بارت من ال 5% بليتش مع 9 بارت من الووتر. تمام، هيك بصير عندنا 0.5% من البليتش. هسا اذا انا كمان بدي اعمل السرفيس وامسح دكتور محمد صح وامسح البنشات بعملها 0.1%. كيف باخذ من هاي اللي انا عملت لها ديليوشن اللي هو 0.5 1 بارت ومعاها 4 بارت من الووتر
سامعين اللي بحكي؟ دكتور محمد سامعني؟ سامعك أنا بس أنت سامعني؟ سامعك، الصوت بس قطع شوية، النت شوي ضعيف عندك بقطع. ممكن شوي النت ضعيف، بس مش عارف لأنه أنا شبكت على شبكتين وش اخترت الشبكة الأفضل الأقوى. طب اسمع اسمع تمام، اسمع اسمع واضح الصوت عندك؟ الصوت واضح. أوه. انت الصوت بيقطع كل شوية، يبقى بتكون محمل زيادة، لازم تفصل الكاميرا. اوكي. هيك مضبوط. تمام، توكل على الله. تمام. وصلت لنقطة انه كيف بدي اعمل ديليوشن 0.1%. حكينا انه من الديليوشن السابق اللي هو 0.5% البليتش باخذ 1 بارت مع 4 بارت من الووتر، هيك بصير عندنا 0.1% من البليتش. هذا هو اللي انا بمسح فيه ايش في الاسطح. تمام، هسه وبصير عندنا ديسنفكشن. هسه لما انا امسح بال 0.1% بيحكي لي كمان كريكومنديشنز من الدبليو اتش او انه برضو امسح السطح بعديها ب 70% الكحول، ايثيل الكحول. طيب ليش انا امسح ب 70% ايثيل الكحول؟ بقول لك تو اكتيفيت ذا بليتش اند بريفنت كوروشن اوف ذا ورك سيرفيس، يعني زي ما حكيت قبل انه التركيز العالي من الكلور، وهذا للستات انا بحكيه بشكل خاص، مش شيء منيح. تمام، لانه بيعمل تاكل للاسطح اللي احنا بنمسح فيها هاي الكلور. فانا كل ما قللت النسبه يعني 0.1% هاي ممتازه وديسنفكتنت وهي موصى عليها. تمام، اوكي. هسه بدنا نبلش في اليورين كلتشر بشكل خاص. طبعا هذول الاس او بيز خاصه فينا بوزاره الصحه الفلسطينيه، موجود طبعا عندنا الاس او بيز الخاصه فينا وزعتها وزاره الصحه وموجوده كمان على موقع الوزاره. اول شيء بدي احكي انا ليش بعمل اليورين كلتشر، ليش بسويه. في عندي بكتيريا ظهرت في اليورين اناليسيس، هاي البكتيريا مشخص من الطبيب مثلا انه هاي يو تي اي، سببت لي يو تي اي. انا بدي اعمل كوانتيتيف كواليتي كالتيفيشن عشان اعرف الكولوني كاونت، وبعديها اقدر احدد اعرف الايدنتيفيكيشن او التايب للبكتيريا هاي، وبعديها اذا كانت باثوجين اعمل لها سسبتبيليتي تيست، واقدر احدد الانتيبيوتيك المناسب اللي الطبيب يقدر يستخدمه للمريض. تمام، هسه سبيسيمين ريكويرمنتس اللي هي العينه اللي انا بدي يعني احصل عليها من المريض هي كلين كاتش ميد ستريم يورين. كيف بدي اجمعها؟ زي ما حكيت مسبقا، اول شيء بعطي المريض ستيريل كونتينر واوضح له كيف يجيبها، افضل عين الفيرست مورنينج ميد ستريم يورين. طبعا بحكي للمريض انه باسز اكسيسز انتو تواليت، اول عين بتنزل بنزلها في التواليت، بعدين باخذ من وسط البول. هذا طبعا بوضحه كله للمريض، وبحطها في اللي هي الستيريل كونتينر اللي انا اعطيتك اياها. زي ما حكيت تشيلدرن هذول طبعا نعطيهم شويه ووتر او ليكويد، وكمان ضروري كلين للاكسترنال جينيتاليا. رابع نقطه ترانسبورتد لللابوراتوري ايميديتلي بشتغلها، اذا ما اشتغلتهاش ايميديتلي بحطها في الريفرجريتر ل 24 اورز. وكتيش انا هاي نقطه مهمه جدا لنا، وكتيش انا برفض هاي العينه؟ اذا كانت العينه ان ريفرجريتد سبيسيمن، يعني مش محطوطه في الثلاجه ومرق عليها ساعتين زي ما حكيت، بصير اوفر جروث هذه العينه. طبعا اوفر جروث للبكتيريا هاي العينه انا ما بس يعني ما بقدر اشتغل عليها. هذا واحد. اثنين زي ما حكيت قبل، ليبل للسبيسيمن، اذا انا ليبل سبيسيمن وصلتني هاي العينه وما في يعني مش موضح عليها اي تفصيله، او مس ليبل، يعني انا اعطيته اياها وكاتب عليها على الكونتينر ولكن هو راح استخدم جاب لك العينه وغسل المي مسحت الكتاب اللي بالماركر او الليبل انقبع او كذا، فانا ما بقدر اشتغل على هاي العينه، هاي على طول برفضها. ثلاث، البيشنت اون انتي بايوتيك ثيرابي، اذا البيشنت بياخذ يعني انتي بايوتيك، هاي الانتي بايوتيك كثير بتاثر علي في الشغل، ممكن يطلع لي نو جروث. تمام،
طيب هسه كيف انا او المواد اللي انا بدي اشتغل عليها هي اول شيء ديسبوزابل 1 مايكرو لتر ستيريل لوب فول، هي طبعا موصى انه طبعا في عندنا 1 مايكرو في 5 مايكرو في 10 مايكرو لتر، الموصى عليها ال 1 مايكرو لتر. اثنين اذا دكتور احمد سمعني انت، دكتور احمد سمعني؟ ايوه سامح دكتور، في حاجه اجاك مريضه او حاجه؟ لا 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 تمام شايفيني كمان مظبوط؟ تمام الامور تمام. تمام هاي البليتة طبعا بليت مكسوم، في عندي بلاد وفي عندي مكونتي، هاي طبعا اللي انا بدي اقرا عليها. اول ما باجي بشتغل بعمل ميكس للسامبل ريسسبنشن للمايكرو اورجانيزم الموجوده عندي، بوزعها لما بعمل ميكس دب يعني كيف انا بعمل الدبستيك او فيرتيكال بشكل عمودي، بنزل الكالبريتد لوب فول ان فيرتيكال بوزيشن في اليورين وبشيله وبحط الدروب على البليت وبوزعها بشكل فيرتيكال تمام، وبطلع فيها بشكل زيجزاج طبعا زي ما هو موضح في الصوره هاي. ستارتنج بوينت هي النقطه اللي مشار عليها بالسهم الاحمر تمام، بنزل بشكل عمودي وبعدين بطلع زيجزاج عليها. هاي البليت نفسها اللي هي البلاد والمكونك اللي بزرع عليهم تمام. طبعا لما بشتغل بلوب فول على البلاد وبشتغل بانذر لوب فول عوين على المكونك، هذه طبعا اذا كان بلاستيك لوب فول، اذا كان واير لوب فول بشتغل مثلا البلاد في البدايه بالبنسرن بيرنر، ضروري جدا البنسرن بيرنر انت ما حكيتش عنه من البدايه انه يكون يعني جنبي، بعمل يعني بعرض اللوب فول له اذا كان وير، وبعدين باخذ كمان دبستيك او دب اسف دب 1 مايكرو لتر من اليورين وكمان بوزعها على المكونكي، وهيك انا بكون وزعت واشتغلت عليها. بحطها في الانكيوبيتر لمده 24 ساعه على درجه حراره من 35 ل 37 سلسيوس. تمام خلينا في الكاميرا عشان يضل النت منيح. اوكي طبعا هذا الفيديو شايفه يا دكتور احمد منيح النت، شايف الجروث تبع البكتيريا؟ دكتور احمد ايوه دكتور هيني سامع معاك، شايف الجروث تبع البكتيريا منيح؟ هاي طبعا الصوره اللي بتعمل جروث في الانكيوبيتر خلال ال 24 ساعه الاولى، لما بصير جروث البكتيريا بهذا الشكل بكون. تمام هسه بدنا ندخل في جزئيه احنا زرعنا بشكل منيح، عقمنا بشكل منيح، عملنا ديس انفكشن كويس، بعديها بدي ادخل بعد ال 24 ساعه زي ما طلع الجروث اللي احنا شفناه قدام عينينا. طبعا انا جايب هاي كليب ميديا تمام، بس لانه الصوره واضحه فيها وانا بدي كولوني كاونت كمان شوي، فانا اخترت الميديا هاي شوي واضحه فيها تمام، مش لانه بس الكليد، انا حكيت انه النوص عليه والاس او بيز كله انه بلد ومكونكي. اوكي اول ما باجي بشتغل انه بطلع في هاي البليت هل في جروث ولا لا؟ في جروث تمام؟ اوكي طيب الجروث هاف بيور ولا ميكست؟ بيور، انا اللي شايفه في الصوره هاي بيور. طيب إذا مش بيور بيطلع عندي ميكست، هاي في إذا شايفين كولوني يلو لونها وفي الكولوني الثانية هي وايت واضحة. طبعا كل هاي إنها جزئيات ومعنى إنها معنى كبير معانا في الشغل كمان شوية. طيب أنا بعد ما اشتغلت هاي العينة وطلع هذا الجروث هاي البكتيريا، أنا بقدر أحدد شو الجروبز اللي هي موجودة فيها، هل هي جرام بوزيتيف بكتيريا ولا جرام نيجاتيف بكتيريا؟ طبعا من خلال البلد والمكونكي هاي نقطة، والنقطة الثانية اللي هي الجرام ستين تمام. إذا طلعت على البلد لوحدها أكيد كلنا بنعرف إنه هاي جرام بوزيتيف بكتيريا، إذا طلعت على البلد والمكونكي بنسميها جرام نيجاتيف بكتيريا تمام. هسه في طريقة ثانية اللي أنا بقدر أحدد فيها التايب عن طريق الجرام ستين. الجرام ستين هي تكنيك
بنعمل فيه ستيننج تستخدم ليش؟ عشان نعمل كلاسيفاي للبكتيريا سبيشيز لمين؟ لتو جروبز اللي هي جرام بوزيتيف بكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا الجرام ستين هو يعني اللي ابتكرها واللي اشتغلها اول شيء وطورها اسمه هانز كريستيان جرام، طبعا هو عالم دنماركي طور هذا التكنيك في 1884. تمام؟ يمكن بقول تمام كثير انا. جرام ستيننج ديفرنشييت بكتيريا زي ما حكينا انه بتميز ما بين البكتيريا في الكيميكال اند الفيزيكال بروبرتيز اوف ذير سيل وولز. ليش؟ لانه السيل وولز هو المهم في هاي الصبغه. الجرام بوزيتيف عندها السيل وول ثيك لاير، يعني البيبتيدو جلايكان في السيل وول ريتينز ذا برايمري ستين، بيظل محافظ على البرايمري ستين الكريستال فايبريت لانه ثيك. اما الجرام نيجاتيف سيلز هي ثين بيبتيدو جلايكان لاير، فلما نعمل ووش بالالكحول ونحط اللي هي الكاونتر ستين اللي هي الصفرانين، بتروح هاي الصبغه اللي هي الكريستال فايولت، بتظل الكاونتر ستين اللي هي الصفرانين اللي هي الصبغه البينك. خلينا نحكي الكريستال فايولت بيكون لونها بيربل. هاي هون بالتفصيل انا كيف بدي اشتغلها. اول شيء طبعا بعمل بجيب كولوني من البكتيريا اللي طلعت عندي، بحط زي ويت ماونت بدي اعمل، بحطها على ديستلد ووتر وبخليها تصير طبعا تنشف وتجف على السلايد، بوزعها بشكل منيح. اول شيء بحط الكريستال فايوليت لمده 60 سكند، بعدين بحط الايودين. الايودين موردنت. شو يعني موردنت؟ يعني بخلي الكريستال فايوليت كريستالز هذول يمسكوا في البيبتيدو جلايكان تبع السيل وول. اذا كانت ثيك بتظل محافظه على الكريستال فايوليت وبيربل، اذا كانت ثين بتسقط هاي الكريستالز. بعديها بنغسل باثل الكحول بتلاقي هاي الكريستالز كلها راحت اذا كانت ثين. ولما نحط السفرانين اللي هو كاونتر ستين بيظهر عندنا الجرام بوزيتيف بتضلها بالكريستال فايوليت ستين بالبيربل ستين، والجرام نيجاتيف بتصير عندنا بالبينك زي ما حكينا من السفرانين. فعندنا اللي على الجهه الشمال هاي مبين جرام بوزيتيف واضحه، والحلو فيها انها كلاستر هاي ستاف طبعا، واللي على الجهه اليمين الصوره اللي على الجهه اليمين واضحه انه هاي باسيلاي وجرام نيجاتيف باسيلاي. طبعا هيك الجرام ستين شخصنا او اعطانا شغلتين، انديكيشن لشو؟ لشغلتين. اول شيء الشيب تبع البكتيريا وشو الجروبز تبعها، هل هي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. الشغله الثانيه برضو اللي هو الشيب اللي تبع الباسيلاي واعطانا انها جرام نيجاتيف. طيب هاي البكتيريا اللي طلعت عندي وعملنا لها جرام ستين، هل هي باثوجينز ولا كولونايزر ولا كونتامينيشن؟ هسه انا بدي اعرف هاي التفاصيل كيف. الباثوجينز انا في عندي طبعا، خلينا نحكي الكومون، هاي البكتيريا الكومون انا عندي في جرام بوزيتيف كوكساي، هذول الكومون الستاف اوريوس والسابروفيتيكاس والفيكاليس للستريبتوكوكس، وعندي الجرام نيجاتيف. تمام، في عندنا باسيلاي وعندنا كوكساي. الباسيلاي الايكولاي والبروتياس الكليبسيلا وسودوموناس، واحنا عارفين 60 ل 70% من يعني خلينا نحكي كومون كوز هو لليو تي اي اللي هي الايكولاي. فالانتيروبكترياسي خليني احكي الايكولاي والبروتياس والكليبسيلا هذول يعني خليني احكي هم الاساس في معظم حالات اليو تي اي، وهم الكومن كوز في معظم حالات اليو تي اي. اما بالنسبه للكوكساي بتكون ديبلو كوكساي، هاي النيسيريا طبعا اوكسيديز بوزيتيف. هاي طبعا في عنا عشان اعمل ايدنتيفيكيشن لهم، هاي طبعا بدي محاضره ثانيه في الايدنتيفيكيشن في الاي بي اي في تيجلر ايرون اجر في التريبل شوجر تيست، بس هذول طبعا خليهم على الشقه لانه انا بس بدي احكي حاليا في الدايجنوستس وفي اليورين كلتشر الحال. كل واحد بتفصيله خاصه فيها. فمثلا اذا طلعت عندي جرام بوزيتيف زي ما انا شفتها قبل شويه وشفت الشيب كلاسترز، مين كلاسترز؟ ما هي الستاف اورياس معروفه اسمها ستاف اورياس كلاسترز، بس ايش ماله؟ كواجيوليز بوزيتيف وكاتاليز بوزيتيف. اذا طلع عندي كمان يعني خليني احكي ارجع بالتفصيل، جرام بوزيتيف كوكساي يا اما ستريبتو يا اما ستاف، كيف بدي افرقهم؟ بفرقهم عن طريق الكاتاليز. اذا بوزيتيف كاتاليز ستاف، اذا نيجاتيف ستريبتو. هسه الستاف في منها اورياس وفي منها نان اورياس. الاورياس طبعا بعمل لهم كواجيوليز تيست، اذا بوزيتيف ستاف اورياس، اذا نيجاتيف نان اورياس. شو هن البكتيريا النان اورياس؟ في عندك السابروفيتيكاس والابيديرميدس. السابروفيتيكاس هي باثوجين، الابيديرميدس يعني نوت باثوجين. فبعمل لهم عشان افرق ما بين
النم اوريس اللي هي السابروفيتيكس والابيديرميس بعمل تيست اللي هو النوفوبيوسين هايو ديسك بيجي نوفوبيوسين اذا سنسيتيف بنسميها ابيديرميس واذا ريزيستنس بنسميها سابروفيتيكس والسابروفيتيكس طبعا باثوجين. اما الجرام نيجاتيف بكتيريا طبعا الاكثر عندي اللي هم الباسيلاي اللي هي الانتيروبكترياسيا والسودوموناس كل واحد فيهم لها بايوكيميكال تيست خاص فيها بيعطينا بوزيتيف زي الايكولاي الاندول بوزيتيف البروتياس يوريز الكليبسيلا سيتريز بوزيتيف السودوموناس اوكسيديز بوزيتيف. اما الكوكساي في عندنا نيسيريا والهيموفيلس الهيموفيلس تيجي زي خلينا نحكي كوكوباسيلاي. اما النيسيريا بتكون كوكساي او دبلو كوكساي الثنتين ماسكات في بعض ككوكساي هيك قراب من بعض وماسكات في بعض. هاي النيسيريا من جيتايدس طبعا اوكسيديز بوزيتيف زيها زي السودوموناس بس طبعا كيف بدي افرقها بس بالشيب الباسيلاي سودوموناس اوكسيديز بوزيتيف الكوكساي نيسيريا اوكسيديز بوزيتيف برضو. طيب زي ما حكيت الايكولاي هي الكومن كوز هي the cause of most UTI bacteria live in ليش لأنها عايشة في digestive tract وهاي طبعا في يعني خلينا نحكي في ال في ال في الفيميل بشكل خاص لما ممكن إنها تنزل من digestive tract تمام وتوصل يعني يصير كونتاكت ما بينها وبين الجينيتال تراكت اللي هي الفولفا او البينس بالنسبه للميل او الفولفا للفيميل والاقرب والاكثر خلينا نحكي الفيميل جينيتالز لانه كثير قريبه من الانس من فتحه الشرج وهي مشكله بنواجهها انه الفيميل لازم يكونوا يعرفوا كيف يعني خلينا نحكي كيف الـ يعني تمسيح يكون منيح should wipe from front to back يعني انا لما بدي امسح بدي اخلص من الحمام وبدي امسح المسح بده يكون front to back مش من الباك تو فرونت. ليش؟ لانه من الباك تو فرونت انا ممكن اوصل هاي الايكولاي وهاي البكتيريا اللي عندي في الدايجستيف تراكت لمين لليورينري تراكت او الجينيتال تراكت تمام. فهاي الشغله ضروريه لانه هون بتبين معانا ليش اكثر نسبه اللي هي الفيميل اكثر من الميل. طبعا النقطه الثانيه انه خلينا نحكي الجينيتال تراكت تبع الفيميل او اليوريثرا تبع الفيميل اسف اليوريثرا تبع الفيميل هو شورت وبالتالي اكثر فسهل البكتيريا توصل لليوريثرا جوا وتوصل للبلادر تمام. هاي نقطه مهمه كثير اني اوضحها للمرضى اللي بيجوا علي انه كيف عمليه المسح. هاي نقطه مهمه ضروريه جدا. طيب النقطة الثانية حكينا في باثوجينز في كونتامينيشن في كولونايزيشن. الكونتامينيشن طبعا هاي ليست في كل كتاب موضحة انه اني ليست اللي هي نت باثوجين اللي هي المايكروفلورا زي ما حكيت انا الكواجوليز نيجاتيف اللي هي الستاف سابروفيتيكاس باثوجين بس الابيديرميس نان باثوجين. في عندي كمان خلينا نحكي لتحت لاكتوباسيلاي انيروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي كومونسل مايكوباكتيريوم كل هذول يعني اذا ظهر معي في الايدنتيفيكيشن بعرف انه هاي كونتامينيشن. طيب هاي وصلنا لمرحله كثير مهمه كيف انا بدي اعمل كولوني كاونت للكولوني اللي بيطلع من عندي تمام. في عندي شغل كثير مهمة وثري رينجز كثير مهمات أنا بدي أشتغل عليهم لما أجي أعد. طبعا أنا بعد مين؟ أنا بعد البليت اللي بيكون فيها كيف هي واضحة فوق الصورة في الكليد اللي بيكون فيها الكولونيز إقلال عشان أنا أفسرهم وأعرف إنه هدول يعني سيجنيفيكنت ولا لا. أما إذا كانت البكتيريا نامية بشكل كبير خلاص من معروف انها فوق المية. في عندي 3 رينجز من 0 ل 10 هون انا بحكي اذا طلع عندي من 0 ل 10 نيجاتيف او نورمال او انسيجنيفيكانت جروث او نو جروث. طبعا كيف هسه بنشوف كيف بدنا نعد بشكل سهل يعني من 10 ل 100 ميت كولوني انديتيرمينيت بنسميها او كويري. فوق المية هاي اللي انا بتهمني كثير كمان بقول عنها بوزيتيف او اب نورمال سيجنيفيكانت جروث significant growth اسف او abnormal او positive واحد منهم يعني لما بدي اكتب الريبورت تبعي. طيب اوكي هسه لما بدي اجي زي ما حكيت انا هذول 3 لوب فول
في عندنا الواحد مايكرون، الخمس مايكرون، العشر مايكرون. هذول المهمات، وزي ما حكينا الاس او بيز تبعت وزاره الصحه الفلسطينيه بتحكي لنا استخدم الواحد مايكرو. ليش؟ الحين الواحد مايكرو مايكروليتر هون انا بحكي كولوني فورمينج يونت بير ام ال. شو هو الام ال؟ هو ام ال يورين يعني، تمام؟ فانا لما بحكي الواحد مايكرون، تمام، شو الواحد ام ال؟ هو 1000 مايكرون. لما اجي احكي بالواحد مايكرون اللي انا استخدمته اللوب فول الواحد مايكرون طلع عندي 41 كولوني، طلع عندي 41 كولوني. كيف انا بدي اسجلها في الريبورت؟ بقول اذا الواحد مايكرون طلع عندي 41 كولوني، ال1000 مايكرون قديش؟ 41000 كولوني فورمينج يونت بير ايش؟ بير ام ال، يعني لكل ام ال يورين. يعني ضرب تبادلي او بضرب اللي طلع معي في 1000. لما بستخدم شو؟ لما بستخدم الواحد مايكرون. طيب لما انا باجي بستخدم ال10 مايكرون لوب فول بضربها في ايش؟ بضربها في 100. ليش؟ لانه هاي 10 مايكرون مش واحد مايكرون، واضحه يعني. طيب كيف بدي اعد؟ سهل جدا. طبعا في عندي ديجيتال كولوني كاونت، هذا جهاز بكون في اضاءه تحتيه، بتنحط البليت هاي وبتعد عليها الكولوني. كل ما بتضغط عليها بالبن اللي مع الجهاز، كل ما بتضغط على الكولوني بصير يعد 1 2 3 4 وهكذا. هيك بعد لي انا الكولوني الموجودات عندي، او بقدر اعدها بالماركر. انا بضغط على كل، او مش بضغط يعني بعلم على كل كولوني وبحسي قديش العدد. طبعا هون هاي صوره موضحه انه هاي يعني هاي ما بقولش اعد فيها، هاي مبين انها فوق ال100 وجرام بوزيتيف لانها طالعه على البلد. طيب هسه الكولوني كاونت في هاي الصوره، باجي طلع لي هذا البليت في عليها جروث، في طيب بيور ولا ميكس؟ انا شايفها بيور، ما فيش ميكس، ما فيش لون ثاني. طيب هاي بكتيريا ولا مثلا ييست؟ كيف بدي اعرف؟ بحط ويت ماونت، بطلع على الاندر مايكروسكوب، اذا كانديدا بتبين، تمام، واذا بكتيريا بنكمل عليها ونشتغل. طيب عديتهم طلع عندي 125 كولوني. بقول طيب انا اشتغلت بلوب فول قديش؟ قال لي 1 مايكرون. 1 مايكرون معناته بضرب ب 1000، 125 في 1000 معناته 125 ألف كولوني فورمينج يونت بير ام ال. طيب تمام حلو، هذا اللي طلع عندي سيجنيفيكانت ولا انسيجنيفيكانت؟ سيجنيفيكانت جروث، جود. مثال اخر، هاي عندي البليت، في عندي تو سبيشيز، في عندي اليلو وفي عندي الوايت، يمكن واضحه عندكم بالصوره. باجي بطلع في جروث، في جروث. طب هاي بيور؟ لا ميكس، تمام. طيب بكتيريا ولا شيء ثاني؟ لا بكتيريا، عملنا ويت ماونت مش كانديدا ولا ييست ولا غيره، طلعت بكتيريا. طيب تمام، عدينا اول وحده الواي طلعت 35 كولوني، واستخدمنا لها شو؟ استخدمنا لها 10 مايكرون لوب فول. لاحظوا هون، طيب قديش هيك بطلع انا؟ يعني قديش بيطلع عندي الكولوني فورمينج يونت بير ام ال؟ 35 ضرب قديش؟ ضرب 100، بيطلع عندي 3500 كولوني فورمينج يونت بير ام ال. طيب اللون الثاني، طبعا هذه insignificant growth، اللون الثاني اللي انا بدي اشتغل عليه اللي هو الاصفر مثلا، عندي 14 كولوني عديتهم. طيب شو استخدمت اللوب فول؟ نفسه، ما انا استخدمت 10 مايكرون، فطلع لنا التو سبيشيز من النقطه اللي انا حطيتها وعملت زيجزاج. طيب ال14 هون قديش بضربها؟ بضربها في 100، بيطلع عندي 1400 كولوني فورمينج يونت بير ام ال. طيب هاي significant؟ لا، وبالتالي insignificant growth. ليش؟ لأنه حكينا من 0 ل 10 insignificant، 0 ل 10 يعني من 0 ل 10000. طيب وصلنا لمرحلة أنه نعمل interpretation لمين؟ of colony count. طيب شو بيلزمني؟ أول نقطة colony count حطها على شقة، تمام. طيب بيلزمني نقطة ثانية أشوف البيوريا، يعني مرتبط ارتباط وثيق عندي اليورين analysis باليورين culture، يعني ضروري يكون عندي اليورين كلتشر ريزلت لما انا الاس اليورين اناليسيس ريزلت لما انا اشتغل ايش؟ اليورين كلتشر. طيب هل في سيمتومز؟ تذكروا لما حكيت لكم الميديكال هيستوري ضروري بالنسبه لنا. هاي السيمتومز من وين بدك تاخذها؟ من بدك تاخذها من المريض. اوكي، فانا ضروري يكون عندي هاي التفاصيل، سيمتومز ضروريه، الباس ضروري اشوفه انه في اليورين في باس ولا لا، في لوكوسايت ولا لا، في نيتريت ولا لا طلع عندي. وبعديها كمان الكولوني كاونت اللي انا حكيته. طيب دقيقه بس اكمل هاي السلايد وبرجع. يلا
ضروري في الكوميونيكيشن اللي انا فيه اشتغل. دكتور 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 اسمع اسمع، انت شوف بصير بصير ماشي، فيش مشكله دكتور احمد، يلا نفس الريكورد، توكل على دكتور محمد. برجع لهي النقطة اللي هي الانتربريتيشن اوف كولوني كاونت والانتربريتيشن اوف ريزلتس بشكل عام في اليورين كلتشر. في ثلاث شغلات اللي قلت ضروري انا اعرفها. الميديكال هيستوري سيمبتومز ضروري جدا اخذها من المريض، هل بيعاني او ما بيعاني. اثنين، البسط في اليورين اناليسيز موجود او لا. زائد افتر كلتشر، يعني بعد ما يطلع الكلتشر، انا اذا بحكي انجليزي بعرفش، بس معظم حكي عربي، بعرفش اذا اخوان فاهمين كويس او لا. والله يا رجل والله فاهمين ومستمتعين، بس هي اخت واحده قالت انه عشان هم درستهم باللغه العربيه الفصحى فلا، بس امان الشرح واضح وممتاز. طب ممتاز الحمد لله. سيمتومز اللي هي الاعراض اللي انت تاخذها من المريض، البيوريا يعني البص، الوايت بلاد سيلز يعني كريات الدم البيضاء اللي موجوده في اليورين يعني في البول. طيب الكولوني كاونت اللي هي قديش عدد المستعمرات اللي احنا عديناها زي قبل شوي، حكيت لكم كيف تعدوها. طيب هذول الثلاث مرتبطات في بعض ارتباط وثيق، وهسه بدنا نيجي كيف نشوف كيف بدنا نعمل انتربريتيشن. اول شيء في الانتربريتيشن بدي اشوف هل الجروس بيور، طبعا في الكلين كاتش ميد ستريم يورين زي ما حكيت. اول شيء بدي احكي عن البيور بعدين عن الميكس. تمام، هاي الحاله طبعا انا اعطيتها هاي المحاضره سابقا وحابب اكررها لانها كثير مهمه، واذا حابين قلم ورقة أو قلم ودفتر تكتبوا هاي، كثير كثير مهمة هاي الشغلات. هاي كثير مهمة كمان في الدياجنوسيس، ضروري جدا نعرفها إحنا والطبيب. طبعا هاي الشغلات عارفها أكيد لازم يكون تمام، بس أنا بشوف إنه معظم الأطباء عنا يعني مش ما بيعرفوها، ف يعني بنحاول إنه إحنا هاي الشغلات نشرحها ونفسرها. أول شيء إذا أنا عديت الكولوني كاونت بعد ما عملت الكلتشر طلع عندي اقل من 10,000 تمام، وبيجي باجي بطلع اليورين اناليسيس ما فيش بس، والمريض سالناه ما فيش سيمبتومز، هاي الحاله اكيد طبعا نو بكتيريال ديزيز، والريبورت انا بكتبه نو جروس. هاي اول حاله انا عندي. الحاله الثانيه، انا عندي كولوني كاونت اقل من 10 وما فيش بس في اليورين اناليسيس، بس في سيمتومز، يعني المريض بيحكي لك انا في عندي الم في اسفل البطن، عندي الم في اسفل الظهر، في عندي حرقه في لما يصير في يورينيشن في التبول، عنده هاي الاعراض تمام، بس انا الكولوني كاونت قليل والبص مش موجود. في هاي الحاله انا شو بقول؟ في هاي الحاله انا بذهب لوين؟ انه هاي السيمتومز جايه من وين؟ يا اما من كلاميديا او سايتوميجالو فيروس او ادينو فيروس او هيربس سيمبلكس فيروس تمام. هسه في الريبورت انا شو بدي اكتب؟ انا بدور على بكتيريا اللي انا بشتغل عليها، الكلاميديا مش رح تطلع، الكلاميديا والنيثيريا جونوريا هذول يعني شغل خاص، بدي اعمل لهم يوريثرال اور سيرفيكال كلتشر، هذلك شيء ثاني. فانا بكتب في الريبورت نو سيجنيفيكانت جروث، بس بعمل ريكومنديشن يوريثرال اور سيرفيكال كلتشر از ريكومندد، وبطلب من المريض عينه ثانيه كمان لليورين. ركزوا منيح في هذول الحالات يا جماعه. طيب الحالة الثالثة، أنا عندي بيور زي ما حكينا الجروس واضح، لكن الكولوني كاونت أقل من 10، في بس عندي بس ما فيش سيمتومز الدور. هاي الحالة أنا شو بعمل فيها أو شو بكتب في الريبورت؟ هاي بنسميها أسيبتيك بيوريا، يعني هاي البس جاي من مين؟ من ديهايدريشن تمام. وهون الريبورت بقول نو سيجنيفيكانت جروث وبعمل ريبيت. ليش بعمل ريبيت؟ لانه في بس عندي في اليورين اناليسيس، بس عندي بالكلتشر ما طلعش شيء، وفي عندي سيمتومز ما فيش عندي سيمتومز، فبنسميها اسيبتيك بايوريا. شو يعني اسيبتيك بايوريا؟ يعني بس without بكتيريا. طيب الحاله اللي بعديها الكولوني كاونت، بدي امشي فيهم شوي شوي عشان نحاول نركز فيهم. الكولوني كاونت اقل من 10 بس طلع شو تفاجئنا انه في اليورين اناليسيس في بس، يعني في وايت بلاد سيلز، يعني في كريات دم بيضاء يا جماعه. طيب السيمتومز في، سألنا المريض في عنده ميديكال هيستوري قال انا عندي اعراض. طيب ليش ما طلعش عندي كولوني كاونت؟ هاي يا اما بيكون المريض ماخذ انتي بايوتكس، يا اما متوجه لليوريثرال سيندروم، بيرسيومد يوريثرال سيندروم. اليوريثرال سيندروم كان ديتكت الكلاميديا او الجونوريا، يعني بالعربي ممكن اليوريثرال كلتشر، اسف اليوريثرال كلتشر يبين لنا الكلاميديا والجونوريا، يحدد لنا اياهم. وفي الريبورت بكتب نو سيجنيفيكانت جروث تمام،
ولكن ليش نو سيجنفيكانت جروث؟ لانه الكولوني كاونت اقل من 10. ولكن بقول له ريكومنديشنز يوريثرال اور سيرفيكال كلتشر از ريكومندد، بقول له جيب لي عينه ثانيه كمان ضروري، لانه في بس في سيمتومز يمكن يكون في مشكله عندي ظهرت، فانا بعيد الكلتشر كمان مره وبوجهه انه يعمل يوريثرال او سيرفيكال كلتشر. ليش؟ عشان ممكن تكون زي ما حكيت كلاميديا او جونوريا. الكلاميديا والجونوريا ما بتطلع على البلد والمكونكي بشكل عادي، الكلاميديا والجونوريا بدها تشوكلت اجر فاستيديس بكتيريا، وهاي التشوكلت اجر طبعا كمان بدها سي او 2 5-10%. فبوجهه انه يعمل سيرفيكال كلتشر بريكومنديشن. طيب دخلنا في مرحلة القسم الثاني، خلينا نحكي اللي هو 10 لـ100 الكولوني كاونت، بس ما فيش عندنا بس وما في عندنا سيمبتوم. طيب هاي البكتيريا من وين اجت اذا ما في عندي لا بس ولا سيمبتومز؟ هاي بنقول probable perennial contact or colonization. perennial contact زي ما حكيت قبل انه صار في contact ما بين الانس فتحة الشرج والجينيتال تراكت عند الميل او الفيميل خلينا نحكي. طب شو الكولونايزيشن؟ الكولونايزيشن يا جماعه هو في بكتيريا، ولكن هاي البكتيريا مش عامله انفيزبل للتشيو، يعني مش مهاجم التشيو، يعني مش عامله، يعني مش مخلي الاميون سيستم، يعني مش حاسه الاميون سيستم انه يشتغل ويطلع باص. تمام. فهاي المرحله بنقول هاي المعلومه بنقول عنها كولونايزيشن او هاي النقطه. والريبورت بسجل نو سيجنيفيكانت جروث لانه ما في عندي باص ولا في عندي سيمبتومز. عرفنا من وين اجت هاي الكاونت تبع البكتيريا؟ انه بيرينيال كونتاكت او كولونايزيشن. طيب عندي كولوني كاونت من 10 لـ100، طبعا هاي الرينج هاف حكينا عنه كويري او انديتيرمينت. طيب عندي من 10 لـ100 الكولوني كاونت بس ما في بس في اليورين اناليسز، ما في بس وعندي سيمبتوم. تمام. طيب هاي السيمبتومز من وين اجت؟ بربط انه في كولوني كاونت مشكوك فيه، اي المرحله اللي في النص بنقول مشكوك فيها، وفي عندي سيمبتومز. وين من وين اجت هاي؟ الكوز هون بكون يا كلاميديا يا جونوريا يا انه بياخذ انتي بايوتكس، وما دام بياخذ انتي بايوتك ممكن ايش؟ ما طلع بس، عشان هيك ما بين معنا في اليورين اناليسيس. هون بكتب نو سيجنيفيكانت. دكتور محمد تفضل. معلش سامحني جدا على المقاطعه، بس بصراحه لو الشات الكل والله مبسوط جدا من هالمعلومات، وفي بيقول معلومات جديده اول مره يسمعوها ومبسوطين جدا جدا منك. فعشان هيك دكتور محمد بدنا منك يوم السبت ويوم الاحد تعطينا برضو محاضرات. بس اشوف وقتي يا دكتور احمد انت شايف. معلش لو حبيت معلش انا اسف اني قطعتك، بس ايش في مواضيع اخرى تعطينا عنها محاضرات السبت والاحد؟ خليها تكون جاهزه الان. يعني الموليكيولر بيولوجي خليها لقدام شوي، والله انا مش مجهز شيء يعني، بس هاي محاضره جزء منها حضرت جزء اليوم وجزء منها كان محضر سابقا اعطيته يمكن شفتوه في الفيديو، بس والله مش محضر شيء جديد، بس انا بحضر لكم عشان اي مشكله يعني، بس خليني شويه وقت يعني افكر شو بدي اقدم لكم او اعرض لكم. تمام. وفيش عندي اي مشكله انا بعطيكم. طيب ابو 5 دقائق اوقف الريكورد. دي اغلبك. تمام. اوكي استرسل هسه هنرجع نعيد السلايده البيوري جروث، وفي عندي الكولوني كاونت من 10 لـ100 ألف. تمام. البس مش موجود، ما فيش عندنا بس في اليورين اناليسيز. سيمبتومز في عندنا سيمبتومز، اخذنا سيمبتومز من المريض وحكينا انه في عنده سيمبتومز وفي عنده الم. هسه احنا بنحكي هون الكوزز اللي سببت له هاي الالام، كلاميديا او جونوريا او انتي بايوتكس. تمام. في الريبورت انا بكتب نو سيجنيفيكانت جروث. طبعا في ريفرنس ثانيه حكت لا. شو يعني اي دي وسي سي واي اس تي؟ يعني اشتغل له ايدنتيفيكيشن، اعرف شو نوع البكتيريا، اعمل كولوني كاونت، واعمل انتي مايكروبيال سسبتيبلتي تيست. هاي دخلنا في مرحله ثانيه، في عندنا ريبورت، في عندنا شيء نكتبه في الريبورت شيء ثاني. طيب هسه في عندي يا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
توكل اهو دكتور محمد. تمام هسه بنرجع بحكي كمان مره، انا في البيور جروث يعني كولوني واحده اللي طلعت معي الكاونت تبعها من 10 ل 100 الف في اليورين اناليسز ما فيش باص، بس في عندي سيمبتومز. هاي السيمبتومز من وين اجتني؟ ممكن تكون سببها الكلاميديا او الجونوريا. حكيت انه الكلاميديا والجونوريا لهم يعني خلينا نحكي سبيشال كلتشر اللي هي بدايه شوكليت اجر عشان نزرع عليها. او النقطه الثانيه انه المريض بيكون ناخذ انتيبايوتكس. طبعا مكتوب في الريبورت نو سيجنيفيكانت جروث. في طبعا هذا المصدر، المصدر الاخر بيحكي انه اعمل حتى ولو اعمل لها ايدنتيفيكيشن واعمل كولوني كاونت واعمل سنسيتيفيتي تيست او انتي مايكروبيال سنسيتيفيتي تيست. تمام هسه في عندي النقطه الثانيه من 10 ل 100 الف كان اليورين سي باس. دكتور احمد في السلايد السابقه، السلايد السابقه في زملاء بيقولوا ايش الرموز التحت هذه ريبورت اي دي وسي سي و سمعتني ولا لا؟ كمان مرة دكتور أحمد. الزملاء بيقولوا الرموز التحت هذه مش فاهمينها، الريبورت هذه الاي دي والسي سي سي والاف دي. أنا بحكي فيها قاعد اللي هي الايدنتيفيكيشن الاي دي كولوني كاونت اند انتي مايكروبيال سسبتابيليتي تيست. هيك أنا يعني هذول باختصار للي أنا حكيته. هذا طبعا سورس آخر، سورس بيقول لي إنه أكتب نو سيجنيفيكانت جروث، وانذر سورس بيحكي لي لا كمل اعمل لهم ايدنتيفيكيشن، اعرف شو التايب تبع البكتيريا، اعمل كولوني كاونت واعمل انتي مايكروبيال تيست. كبر كبر الشاشه بداية دكتور محمد، كبرها خلاص. تمام دقيقه اوكي. تمام الحالة الثانية بتحكي انه في عندي كولوني كاونت من 10 ل 100 الف، بطلع على اليورين اناليسز في عندي بس ما في عندي سيمبتومز. هاي الحالة ضروري ضرورية وكثير بتهمنا، بنسميها اسيمبتوماتيك بكتيريوريا، يعني في بكتيريا في اليورين ولكن without symptoms يعني بدون اعراض. هاي حالة او بريفيوس انتيبايوتيك تريت، يعني انه متعالج بانتيبايوتيك قبل هيك خفت الاعراض. تمام هون في الريبورت انا بعمل ايدنتيفيكيشن. طبعا انا قبل يا دكتور احمد وللجميع الحكي كنت في الريبورت اكتب نو سيجنيفيكانت جروث. ليش؟ لانه كان الكولوني كاونت اقل من 10. هسه في الريبورت لا، بدي اكتب شو نوع البكتيريا، بدي اكتب قديش الكولوني كاونت اللي طلع من 10 ل 100 الف، وبدي اعمل انتي مايكروبيال سسبتابيليتي تيست. تمام طيب برضو عندي الجروث بيور، بعرفش انا ماشي فيهم بسرعه، بس حاولوا يا جماعه اكتبوا لانه هذول كثير يعني مش حاله وحالتين، كثير هذول الحالات. طيب الكولوني كاونت 10 ل 100 الف، في عندي بس وفي عندي سيمبتومز. هاي بنسميها سيمبتوماتيك بكتيريوريا، يعني في بكتيريا في اليورين وفي اعراض. هاي طبعا اكيد بعمل ريبورت، بعمل لها ايدنتيفيكيشن، بعمل كولوني كاونت وبعمل انتي مايكروبيال سسبتابيليتي تيست. تمام طيب جينا للرينج الاخير اللي هو شو؟ فوق ال 100 الف. تمام هسه عندي العدد فوق ال 100 الف، في عندي باص فيش عندي باص اسف، وفيش عندي سيمبتومز. حلو هسه هون لا في سيمبتومز ولا في عندي باص. طب هاي الكاونت تبعت البكتيريا اللي طلعت شو هي؟ من وين جايه؟ حدا بيقدر، اذا بتقدر دكتور احمد تفتح المايكروفونات، حدا يحكي لي هون هاي الحاله في عندي بيور جروث، في عندي جروث طلع الكولوني كان طلع فوق ال 100 الف، بس ما في عندي في اليورين انا توكلوا على جماعة. هاي مع الدكتور. أي حد ممكن يبين لي شو الكوزز، يعني شو السبب اللي طلعت عندي هاي البكتيريا الكاونت تبعها عالي، وشو ممكن أكتب في الريبورت؟ contamination. تمام ممكن غير contamination. الكوزز هاي بنسميها اسيمبتوماتيك بكتيريوريا، يعني عندي بكتيريا بعدد كبير ولكن ما في سيمبتومز. هون في هاي الحاله بتصير اكثر شيء، خلينا نحكي في الكومون في البريجننت وفي الجيرياتريك. الجيرياتريك يعني اللي اعمارهم كبيره. تمام هاي بتكون زي ما حكت الاخت جروس كونتامينيشن، يعني كونتامينيشن كبير، او ترانزينت انفكشن يعني عدوى عابره،
باللغة العربية أو recent sexual activity. تمام؟ هون الريبورت بعمل identification, colony count and antimicrobial susceptibility test. طيب الحالة اللي بعدها طبعا أنا بتدرج في الكولوني كاونت كل واحدة وبغير الباص والسيمتومز. هاي الحالات اللي عندي الكولوني كاونت أكثر من 100,000 ما عنديش باص بس في عندي سيمتومز. هاي الحالة يا جماعة الكوزز هي سيستايتس أو بيلونيفرايتس, يعني يا إما في البلادر الانفلاميشن أو في الكيدني. تمام الريبورت بحط يا بعمل لها ايدنتيفيكيشن وكولوني كاونت وانتي ميكروبيال سيستيبيليتي تيست, كله هذا سيجنيفيكانت يا جماعة الخير. طيب الحالة اللي بعدها الكولوني كاونت أكثر من 100,000 في عندي بس هون بس هون في فيش عندي سيمتومز, في بس ولكن ما في سيمتومز, يعني في وايت بلاد سيلز بس ما في أي أعراض. هون زي ما حكينا أسيمتوماتيك بكتيريوريا برضو في نفس الحالة في البريجننت وفي الجيرياتريك وبعمل لهم ايدنتيفيكيشن وكولوني كاونت وانتي ميكروبيال سيستيبيليتي تيست. طيب هاي حلوة جدا بيوري جروس كولوني كاونت أكثر من 100,000 في عندي باص وفي عندي سيمتومز. تمام هذا أكيد يعني ما فيش فيها مجال, هاي أكيد UTI UTI محترم كمان, يا إما في السيستايتس أو في البيلونيفرايتس. هون بعمل في الريبورت بعمل ايدنتيفيكيشن. يا جماعة أنتوا عارفين شو يعني ايدنتيفيكيشن, يعني بعرف شو التايب تبع البكتيريا, يعني ممكن أعمل ABI تمام أو ممكن أعمل كيجلر آيرون آجر للإنتيروبكترياسي أو تريبل شوجر آيرون. هاي هي الايدنتيفيكيشن عشان اعرف شو نوعها, شو هي التاك, شو هي ستريب, شو هي انتيروبكترياسيا, هي سودوموناس, هي نيسيريا, بعرفها عن طريق الايدنتيفيكيشن. بعدين ضروري الكولوني كاونت اكيد انا عاده يعني فوق ال 100,000 وبعمل انتي مايكروبيال سيستيبيليتي تيست يعني سنسيتيفيتي, يعني بحط لهم انتي بايوتيك. طيب شوفوا هون العنوان يا جماعه ميكس تو كولونيز, شايفين خلصنا من البيور صار عندنا في تو كولونيز وبدنا نقسمهم على الثلاث حالات اللي شفناهم الكولوني كاونت اقل من 10 ومن 10 ل 100,000 واكثر من 100,000. اول حاله عندنا في الاقل من 10 في عندي باص وفي عندي سيمتومز بس ما يعني العدد عندي قليل. طب هاي الباص والسيمتومز شو اسوي فيها ما دام عندي باص وسيمتومز والثنتين في عندي ميكس تو كولونيز يا جماعه, يعني في عندي تو تايب اوف انتي بايوتيك تو سبيشيز اسف تو تايب اوف بكتيريا يعني تو سبيشيز من البكتيريا. هون الريبورت بكتب نو سيجنيفيكانت جروث لانه مستحيل في عندي باص وفي عندي سيمتومز والكولوني كاونت يطلع عالي, بقول له جيب لي عينه ثانيه. طيب بس اخلص الميكست تو كولونيز دكتور احمد انا بس تحملوني 10 دقائق بعينك الله انا كثير يعني بعتذر منكم. تمام دكتور. تمام الكولوني كاونت في هاي الحاله ميكست كولوني حكينا عن الاقل من 10, حاليا في عندي حاله ثانيه اللي هي من 10 ل 100,000 تمام بس في عندي ما فيش عندي اعتذر عن المقاطعه بس يا ريت لو تعيد السلايدة لأن الصوت قطع. كمان مرة شو هي؟ يا ريت تعيد السلايدة لأن النت قطع الصوت يم بعد هذا صار في تقطع. السلايد السابقة هاي اللي هي أقل من 10 وفي عندي باص وفي عندي سيمبتومز. هون بعمل نوس بكتب نو سيجنيفيكانت جروث وبطلب ريبيت للعينه لانه مش معقول في عندي باص في اليورين اناليسيز وعندي سيمتومز وكمان الكولوني كاونت تكون اقل من 10 فانا بدي اتاكد شو اللي بصير. تمام هسه في عندي من 10 ل 100,000 بس ما في عندي باص ولا عندي سيمتومز, الكولوني كاونت عديتهم من 10 ل 100,000 كمان هون نو سيجنيفيكانت جروث. اوكي طيب الحاله هاي من 10 ل 100 بس في عندي سيمبتومز ما في عندي بس بس عندي سيمبتومز. هون ما دام في سيمبتومز بطلب عينه ثانيه اذا ما في بس. طبعا هون انا بحكي في مرحله الانديتيرمينانت يعني من 10 ل 100,000 بطلب له ريبيت عشان اتاكد من الكولوني كمان مره كاونت والبس. طيب الكولوني كاونت هون عندي 10 ل 100,000 وفي عندي بس وفي عندي سيمبتومز, هون مختلف الوضع عندي. فشو راجي بحكي طبعا شو اللي عندي 10 ل 100,000 التو كولونيز التو سبيشيز الاثنين من 10 ل 100,000 وفي بس وفي في سيمبتومز. هون بعمل ايدنتيفيكيشن بعمل كولوني كاونت بعمل انتي ميكروبيال سسبتيبيليتي تيست بس لمين؟ للهاير كاونت يعني للي الكاونت تبعها اعلى, الثانيه اللي اقل اجنور.
بستثنيها، بقول ما بدي اياها، بدي الاعلى، هي اللي مسبب الانفكشن. طيب اذا كان عندنا الاثنين، يعني النوعين من البكتيريا اللي طالعين عندي الكولونيز تو كولونيز، الاثنين نفس العدد، وفي عندي بص وفي عندي سيمبتومز، شو بعمل؟ بعمل ايدنتيفيكيشن كولوني كاونت وانتي مايكروبيال سوسيبيليتي تيست لمين؟ للبوث، للاثنين. طيب هسه بدي احكي في ايش، في كولوني كاونت اكثر من 100,000، اكثر من 100,000 سواء في بص وسيمبتومز او ما في، على طول بعمل ايدنتيفيكيشن وبعمل كولوني كاونت وانتي مايكروبيال سوسيبيليتي تيست لمين؟ للنوعين، لانهم طلعوا فوق ال 100,000. طيب بدي اوقف هون لانه في هاي المرحله ميكس 3 كولونيز، اذا شايفين العنوان بدي اوقف هون، بس تحملوني لمده 5 دقائق وارجع عشان نحكي في القسم الثالث اللي هم ال 3 كولونيز. تمام دكتور. القسم الثالث يحكي عنه، لا إله إلا الله، اللي هي ميكس، بس في عنا 3 كولونيز يا جماعة، يعني طلع معاي على البليت 3 سبيشيز، 3 أنواع من البكتيريا، 3 كولونيز كل واحد شيب مختلف، عرفت إنهم هذول 3 أنواع. بدي أجي بقول طيب قديش طلع الكاونت تبعهم؟ طلع أقل من 10. طيب في اليورين أناليسز في بس في سيمبتومز؟ لا، ماذا أقل من 10 مفيش بس ولا سيمبتومز، نو سيجنيفيكانت جروس. طيب نفس الحالة ولكن في بس وفي سيمبتومز في هاي المرحلة، بقول نو سيجنيفيكانت جروس، بس إيش في؟ بدي ريبيت، في عندي 3 أنواع وفي الكولوني كاونت أقل من 10، بس في عندي بس وفي عندي سيمبتومز، وبالتالي بدي عين جديدة عشان أتأكد. طيب في عندي المرحلة اللي بعدها اللي هي من 10 ل 100,000 الكولوني كاونت، بس ما في عندي بس ولا في عندي سيمبتومز. طب هذول الكاونت هذا من وين جاييني؟ الكوزز بيكون contamination، بكتب في الريبورت no significant growth وبعمل ريبيت كمان مرة للعينة. لاحظوا انه هون بحكي عن 3 انواع في الطبق. طيب عندي من 10 ل 100,000 colony count ولكن في عندي بس وفي عندي symptoms، هون بعمل identification وبعمل colony count وبعمل انتي مايكروبيال سبتبيليتي تيست، بس لمين؟ للهاير كاونت، يعني بطلع في الثلاث، انو اعلى كاونت في هذول الثلاث انواع، بعمل له ايدنتيفيكيشن يعني بعرف النوع تبعه، وبعمل كولوني كاونت له، وبعمل انتي مايكروبيال سبتبيليتي تيست، وبستثني النوع الثاني والثالث الموجودات عندي في الطبق. طيب النوع الثالث، التصنيف الثالث، في عندي من 10 ل 100 ولكن في عندي بس وفي عندي سيمبتومز، كمان مرة عندي الكاونت أكثر من 100 وفي عندي بس وفي عندي سيمبتومز، لمين؟ لنوع من الثلاث اللي عندي. طيب النوع هذا ما داموا أعلى من 100,000 طلعوا، لاحظوا اللي هو أعلى نسبة يعني من الثلاث، أنه أكثر واحد الكاونت تبعه فوق 100,000 هو اللي بعمل له ايدنتيفيكيشن وبعمل له كولوني كاونت وبعمل له انتي مايكروبيال سوسيبتيبيليتي تيست، وبرضه بستثني الاثنين الثانية والثالثة. طيب تمام. طيب يا دكتور بيقولوا لي طلع عندنا نوعين، الاثنين نفس العدد والثالث اقل منهم، برضه بعمل ايدنتيفيكيشن كولوني كاونت وانتي مايكروبيال سوسيبتيبيليتي تيست، لمين؟ لاعلى اثنين في الكاونت والثالث بستثني. طيب الثلاث يا دكتور طلعوا اعلى من 100,000 وفي عندي بس وفي عندي سيمبتومز، بس هون ماشي بقول انا يا جماعه الخير معقول في 3 كولونيز تعمل لي باثوجين؟ الباثوجين بيجي من 1 او من 2 انكثرت، فبكون 3 فوق ال 100,000 معناته في عندي ايش؟ في عندي كونتامينيشن، وبكتب في الريبورت نو سيجنيفيكانت جروس، وبقول له جيب لي عين جديده اذا سمحت. تمام لحد هون في اي سؤال؟ افتح المايكات يمكن دكتور. انا قطعت عنكم اكثر من مره، اعتذر. طبعا فيش اي مشكله. لا ما عاد عنده سؤال، ما عندوش فكره المايكات، ما يفتح ما يزعل.
اللي عنده سؤال يتوكل على الله يفتح المايك. اللي عنده سؤال يفتح المايك قبل ما نكمل. هو بلدي ودي. ختام عندك سؤال؟ جهاد عندك سؤال؟ لا لا. تفضل يا جهاد. نعم سامعك. اللي فاتح المايك معناته سؤال يسكر المايك. يسكر المايك. يسكر المايك عشان ما عندوش سؤال. نجلاء عندك سؤال؟ عندك سؤال يا نجلاء؟ طيب مش مشكلة دكتور أحمد. أنا في عندي وفي عندي كيس ستادي. أنا بحب شوي تكون المحاضرة يعني شوي في تفاعل. خلينا نكمل خلينا نكمل. هم بيفتحوا المايكات عندهم سؤال. أوكي. هاي الأسئلة طبعاً لكم موجهة. أول سؤال يا جماعة الخير. Many different types of bacteria can cause an infection of the urinary tract. هل هي true أو false؟ طبعاً إحنا بنعمل شوية تفاعل خفيف. الأسئلة مش كثير صعبة. الأسئلة من الشرح اللي إحنا شرحنا. دكتور في أخت عندها سؤال. سواء نفتح المايكات. تسأل فيش عندي أي مشكلة. افتح المايكات. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب يا هلا. بدي أسأل بالنسبة للكالتشر، هل أنا القوانين اللي حكيتها من شوية على أني أعمل ريبورت للكالتشر هل تختلف حسب المكان تبع العينة؟ يعني أنا لقيت مثلا لو ماخذ العينة من كستر أو يعني مكان الكالتشر نفسه أو من هو إحنا عارفين لو من يعني مكان الكالتشر يعني لو أنا أخذها من كسترة من وين أخذ؟ من قسطرة. لا 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 ما بتختلف بتاتا. لا لا ما بتختلف. نفس التفاصيل اللي بتصير. ما بحكي بشكل حتى عام. حتى الكونتامينيشن نفس التفاصيل؟ حتى الكونتامينيشن. طب والإلدري تفرق معاي برضو في التقييم؟ يعني كمان مرة شوف. بيشط مثلا عمره فوق 65 سنة. وطلع معايا تو كولونيز. اكتر يعني مثلا لو بدي اعتبر عنده تو كولونيز لاكتوز فيرمنتر ويطلعوا فوق 100,000 التنين حعمل لهم انتيبادي سيكريشن تيست انتي مايكروبيال سنسيتيفيتي تيست هذول عندي تو كولونيز زي ما انت حكيتي بس بطلع على الكاونت وبطلع على البص بطلع على السيمبتومز هيها قدامك الصوره اذا الكاونت اكثر من 100,000 سواء في بص أو ما فيش وسواء في symptoms أو ما فيش شو بدي أساوي identification colony count antimicrobial susceptibility test لمين للبوث للنوعين تبعات البكتيريا تمام يعني أنا لا أعتبر لا العمر ولا إلي في لا أنا بحكي بشكل عام إيش مكان العمر يكون أنا بحكي بشكل عام شو الحالات اللي أنت ممكن تستقبلها ما حكيت يعني ما حكيت عن عمر أنت أجتك العينة شو أنا بتعامل بس مع الجروس اللي طلع معي شو هو؟ تمام يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب يا هلا. دكتور في سؤال من أخت بتسأل لو ما كان عندي جهاز عد الكولوني كيف أعدهم؟ تمام سهل جدا. بجيب البليت. طيب دقيقة. لو تفتح برنامج الرسام إذا بدك أو. خليك دقيقة. شايفني؟ شايفني منيح؟ ثواني لا لا سكر سكرين شير وخلي الكاميرا مفتوحة. طيب اوكي. هاي بوز السكرين. شايفيني؟ لا لا سكروا 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 مش بوز سكروا السكرين شير سكروا. اوكي. هيك شايفيني؟ افتح الكاميرا. فتح. فتح الكاميرا. جماعة الدكتور ظاهر عندكم؟ ثواني بس اشوف الدكتور ظاهر عندكم ولا لا؟ لا انا عشان شوي اطول ايوه ظاهر لا مش مز... هيني مو في جماعة صورة شايفيني يا جماعة الخير؟ لا يا دكتور لسه مش زين
دكتور ايوه ظاهر ايوه ظاهر. انا لا مش ظاهر احمد مش ظاهر. لا هذا ظاهر يا رجل قدامي هذا لابس احمر ما شاء الله تبارك الرحمن. هم ظاهرة. انت عارفين مشكلة انه في ناس تحت مايكات فلما تبدا حد يطلع الصوت عنده بغط على الكاميرا مش فاهم كيف. طيب يا جماعة بس هاي ظاهر يا دكتور توكل على الله. ظاهر اكل اجتماع. ايوه دكتور ظاهر واضح ما شاء الله منور ومشرف ومتألق. الله يسعدك يا رب تسلم. هاي البليت عندنا هاي مولر هينتون طبعا اللي بنعمل عليها سنسيتيفيتي بس هذه كشرح طبعا. باجي انا للي قالت كيف بدي اعمل الكاونت تمام. انا ما في عندي ديجيتال الكاونتين كولوني كاونت تمام. في عندي الماركر بجيبه وعندي الكولوني بتكون موجودة على ظهر البليت مبينة. كل كولوني عندي ما أعرفش يمكن ظهر هاي النقاط الزرق مبينة يا دكتور أحمد. صحيح مبينة وواضحة كمان. هاي الكولوني الجماعة بيقول الدكتور مش ظاهر عندهم. نفس المشكلة كانت عندي. اطلعوا بسرعة اطلعوا من برنامج ادخلوا بسرعة حتى تقول ظاهر. اطلعوا بسرعة وادخلوا معلش دكتور اطلعوا بسرعة وادخلوا على طول. توكل على دكتور يلا دقيقة. اوكي هسا يا جماعة هي البليت كل نقطة زرقاء هي عبارة عن الكولوني اللي ظاهرة عندنا تمام. فأنا باجي بإيدي طبعا أنا بحكي عن لما يكون عندي كولونيز والكولونيز هاي قليلة زي ما شفتوها على الكليد اللي جبتها وفرجتكم إياها قلت لكم أنا اخترت الكليد لأنها واضحة شوية في الصورة. باجي بحب بحط يعني سهل جدا كل كولوني زي هيك بحط الماركر عليها طبعا الكولوني بتكون جوا الطبق حلو. فأنا بحط من فوق على الكولوني نقطة هاي واحد نقطة ثانية على الكولوني الثاني اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة وهكذا. هسه هذاك شو يعني شو المميز فيه انه عشان انت ما تنسى وانت بتنطط بيكون الماركر ديجيتال يعني القلم المعاه البن المعاه بيكون ديجيتال بتحط الطبق اضاءة تحتيه تمام وبتصير بالقلم تنقط. هسه ما بتعد انت كل ما حطيت نقطة على الجهاز بيعطي واحد يعني معد واحدة بعديها النقطة بعدها لما بتلمسه بيعطي اثنين ثلاث أربعة خمسة فهو بيعد عنك. انت يا سيدي ما فيش الجهاز بتعد بيدك. النقطة الثانية في عنا تطبيق على الجوال اسمه كولوني كاونتر. هذا الكولوني كاونتر بتاخذ بيكتشر للبليت مثلا هاي انا بدي اخذ صورة للبليت اللي عندي. لما اخذ صورة بيعطيني طبعا الابلكيشن على الاب ستور على الاب ستور موجود بتقدر تنزله بيعطيني هيو عدد عد لي اياها هيو تحت سنجل كولونيز قديش والكولونيز ان كلاسترز قديش وسنجل كولوني ات ذا ايدج على حفة البليت كمان معطيني اياها اذا شايفينها. دكتور بس بالله وضحينا هاي قصة التطبيق لانه بصراحة عجبني. وضحينا يا بالله ايش اسم التطبيق وموجود على الايفون ولا جوجل بلاي؟ موجود على جوجل بلاي موجود تمام. هاي بتعيدها هاي بدي ادخل عليه كولوني كاونتر اسمه هيو بالاخضر بيفتح لك كام. هسه بالكام انت بتيجي بتصور هاي البليت اللي انا نقطت عليها بالازرق تمام. هاي نقطت عليها هاي اخذت بيكتشر هين بيكتشر هاي هو بيتعامل معها هاي بيعمل لي بروسيس بيتعامل معها. كمان شوية النقاط الموجودة عليها بعدهم
سامعيني يا جماعة؟ صحيح يا دكتور، صحيح. تمام. هسه بعرفش إذا أتوقع فصل النت من عندي شوي. صحيح فصل وهيرجع. أوكي نرجع. زي ما حكيت لك أخذت بس بيكتشر، يعني أخذت بس صورة عادي، صورت صورة للبليس اللي عندي، طلع كيف هو عمل لي إياها. طبعا أعطاني صورتين بالأبيض وبالأسود، وتحت هاي الكتابة مبينة number of all colonies، كل الـ all colonies معطيني إياها، معطيني single colonies، colonies in clusters، single colonies at the edge، وcalculation time يعني في 6 ثواني عمل لي الحساب. اسم التطبيق colony count. هاي للمرة الثانية للي سألت انه كيف بدي اعمل counting، تمام؟ اما بعد بيدي او عندي تطبيقات او بالديجيتال colony count. واجهت التطبيق لونها خضر دكتور محمد؟ بالضبط نعم صحيح. طب في تطبيقين لونهم بالاخضر كولي كاونتر، تطبيقين هاي زي عليهم هم بالاخضر، البليت بلون اصفر وجواته زي عاملين زي اليست بادينج هيك زي نقطتين. أيوة شفتهم؟ أيوة خاص. الآن بارسل رزومة، الآن حرسل رزومة. أوكي مفيش مشكلة، سيدي أكثر من هذا صار ممتاز يعني. هين حرسلكم التطبيق هيو على القناة تبع دورة اليورين كالتشرز، أنا أرسلت لكم إياه. طيب أوكي بفصل الفيديو هسا عشان النت يكون منيح. توكل على الله. اوكي في سؤال ثاني يا جماعه خير؟ واضح عندك السكرين شير دكتور احمد؟ اه صحيح صحيح، بس ثواني بس في الاخت سالت سؤال فقط، بس طلع لك السؤال. اللهم صل على النبي. والله راح السؤال من طلعت من هذا عشان تظهر الصورة، راح السؤال. سألت إنه حجم العينة بيأثر وزي هيك السؤال كان. دكتور محمد سمعني؟ دكتور محمد؟ دكتور محمد؟ إيش صار؟ ألو؟ سمعني؟ سامعك دكتور احمد، انت سامعني؟ بعرف ان النت يمكن فصل شوي. في اخت سالت انه هل حجم العينه بياثر؟ كيف يعني حجم العينه بياثر؟ قصدها حجم الجروث؟ والله ما عارف، قالت هل حجم العينه بياثر زي هيك. وفي اخت اسمها انتصار تسال ممكن نكتفي بالبص ولا لازم نعرف السيمتومز وعدد الكولوني؟ لا اكيد، لانه انا كل اللي شرحته بحكي فيه كولوني كاونت وبس وسيمتومز، ولما حكيت الانتربريتيشن. واضح عندك الشير سكرين؟ صحيح 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 واضح تمام. هاي الصوره هاي شايفين، هاي الانتربريتيشن اوف كولوني كاونت واضحه عندك؟ ايوه دكتور محمد واضحه واضحه تمام. انا لما حكيت كولوني كاونت وبس وسيمتومز هذول الثلاث ضروري جدا ومرتبطات في بعض، وضروري جدا اني اعرفهم عشان انا اقدر احدد في الريبورت. كل الحالات اللي حكيتهم شايفين انتوا فيهم بس وفيهم سيمتومز وفيهم كولوني كاونت، في للبيور وللميكست التو كولونيز وللثري كولونيز. في اي سؤال ثاني دكتور احمد؟ استنى افتح المايكات اشوف حد عنده سؤال. اللي ما عندوش سؤال يسكر المايك، اللي عنده سؤال يفتح المايك. مين عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال قبل ما نكمل. في الاخت فاتن تسال اذا المريض اعطاني مثلا 2 ملي او 5 ملي من اليورين، هل هذا يؤثر على نتيجه الزرع؟ لا 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 لا، فيش اي مشكله. زي ما حكينا انا معطيك كونتينر،
قد ما يجيب في جيب. المهم عندي اني اعمل ميكس عشان اعمل ريسسبنشن لكل الاورجانيزم سواء كان في 1 ميل ولا في 2 ميل ولا في 10 ميل. انا يعني اللي بيهمني الاورجانيزم اللي جوه اليورين لو قد ما تكون الكميه يعني لو اقل من الكونتينر هذا اللي انا بعطيه لو كميه قليله باهم شيء اني اعمل لها ريسسبنشن يعني ميكس احركها قبل ما احط اللي بيلزمني فقط وان دروب يعني عرفت تمام. اهم شيء قبل الوان دروب انه اعمل ميكس. في اخت تسال ايش اشهر الاعراض عند المريض بتكون اوكي. اهم شيء في السيمتومز للمرضى اللي يعني خلينا نحكي اليو تي اي في عندنا لور باك بين, في عندنا ابدومينال بين اسفل البطن خليني احكي بالعربي اللي هو يعني اعراض انه بيكون في الم في اسفل الظهر, الم في اسفل البطن, في احيانا بيكون فيفر عندي لما اعمل يعني لما يصير في يورينيشن يكون في بيرنينج في شويه حروقه عندي كمان في صعوبه في الـ في الـ في الـ في التبول كمان ممكن يكون دراوزنس دوخة هاي كلها من هاي السيمبتومز اللي ممكن تكون عندي. أهم شيء اللي هم الألم في أسفل البطن وأسفل الظهر, وفي عنا أعراض مختلفة يعني ممكن تصير. أنا لما أحكي سيمبتومز هاي الأعراض لازم تكون موجودة هاي السيمبتومز. دكتور محمد في الأخت سارة بتسأل هل يورين كالتشر بيكشف عن الكانسر وإكس ولا؟ طبعاً لا, مش اليورين كلتشر. اليورين كلتشر أنا ليش بستخدمه؟ أنا شو حكيت في أول المحاضرة, حكيت البيربس الغرض من هذا الفحص شو هو؟ إني أعرف الايدنتيفيكيشن تبعت البكتيريا, وإذا كانت باثوجين أعمل لها كولوني كاونت وأعمل لها أنتي ميكروبيال سبتاليتي تيست. يعني الهدف منه إني أعرف شو نوع البكتيريا اللي مسببة هاي اليو تي اي, واني احدد شو الانتي بايوتيك اللي بناسبها. تمام. في الاخت هند الغرام عندها سؤال, يفتح المايك يسأل يا اخت. يسأل يا اخت هند. ثواني الاخت هند الغرام عندها سؤال. يسأل عندك تسألين مايك ولا ايش الوضع؟ ثواني دكتور محمد اسمع السؤال هذا. نوع الميكسد اورجانيزمز بيأثر على قرار الإعطاء النتيجة, مثل لو كان إيكولاي والكليبسيلا بنفس الطبق فوق المئة اعتمد الاثنين واعمل حساسية للميكروبين ولا في معايير ثانية إضافية؟ طبعا إذا كانوا الاثنين فوق المئة ألف للاثنين بعمل ايدنتيفيكيشن وبعمل انتي ميكروبيال سيسبتابليتي تيست وبعدهم طبعا. تمام. سؤال آخر, هل وجود الحصى عند المريض يسبب له اليو تي اي ولماذا؟ صحيح هذا سؤال جاي طبعا. تمام. لو نتحدث شوي هاي أنا حاطه الكيدني ستون كان كوز اي يو تي اي, شايفها يا دكتور أحمد؟ طبعا أنا أيوة. هذول حاطه أسئلة بسيطة جدا بس إنه هل كان مصحصح معي في المحاضرة أو لا. تمام. في الأخت خلاص توكل. لا احكي ده في سؤال عادي مش مشكله. احيانا الدكاتره بتسال احيانا بيقسموا الدكاتره النمو بالمزرعه على اساس ثلاث فئات, فالاطفال لو اقل من 10,000 يعتبر ممرض ولا لا؟ هسه شوف انا حكيت في بعض الشغلات, حكيت انه الكولوني كان تحت العشرة في لها حالات, طبعا الطبيب بده يتاكد هل في سيمتومز. هاي انا بدي ارجع لهم هاي الحالات, بحكي عن البيور تمام, وبحكي عن لما يكون في سيمتوم. هاي انتم يمكن شايفين الصور, ولما يكون في بس وكل حكيته هذا الحكي انه هل الكولوني كاونت اقل من 10 وفي سيمتومز شو اعمل, او من وين جاي هذا الكوز لهي السيمتومز, ممكن كلاميديا او غونوريا, بنصحه انه يرثرال او سيرفيكال كلتشر. طيب في عندي الحالات الثانيه انه في بس ما في سيمبتومز, هاي الحاله شو هي؟ ت...
تمام؟ هاي أنا بحكي لكل الأعمار، ما بحكي مثلاً عن أطفال أو كبار أو صغار. هسا أنا في عندي ممكن يكون تحت 10,000 أو 1,000 يكون عندي، تمام؟ بس شو ماله؟ في عندي بص وفي عندي سمتم زي هاي الحالة اللي قدامنا بالضبط. شوف الكوميني كاونت أقل من 10 بس في بص وفي سمتم، شو أساوي أنا؟ هاي طلعت الكوميني كاونت قليلة، طلعت 1,000 يا سيدي، بس في عنده بص المريض، في عنده سمتم. شفت كيف؟ بقول انه هاي ممكن تكون يا اما ما اخذ انتبايوتك هذا المريض، وهي كثير بتصير واخذ انتبايوتك، او بيكون عنده يوريثرال سندروم. السندروم هذول من وين جايات؟ يا كلاميديا يا غونوريا. فهون بضطر اني اعمل يوريثرال اور سيرفيكال كلتشر. اليوريثرال سيرفيكال عارفينه كيف بينسحب، طبعا عباره عن سواب، تمام؟ بياخذوها من عنق الرحم، اخصائيه طبعا نسائيه هي اللي بتاخذ العينه. اليوريثرال هي برضو عبارة عن سواب بيجي زي كت. السواب هاي عليها علامة لوين انت بدك تدخل السواب في، خلينا نحكي في اليوريثرا، لوين بدخلها، وبعدين بعمل سكروز مرتين او ثلاث، بسحب السواب بحطها في الميديا تبعتها الخاصة، وبرسلها طبعا على المختبر. هاي طبعا بحط لها الشوكولت كلتشر، الشوكولت اجر ضروري اعمله لها، والبلد والمكونكي عشان اتاكد هاي هل هاي كلاميديا ونيسيريا ولا لا. احنا عارفين ان نيسيريا كيف بتطلع، وبتحتاج طبعا CO2 وبتحتاج للشوكليت اجر. فهاي هي الحاله اللي هي بتحكي عنها اللي هي اقل من 10. فطبعا هذه لها عنايه ولها اعتبار، بس شو زي ما حكينا ضروري نعرف البص، ضروري نعرف انه في سيمبتومز او لا. تمام دكتور. في اخوه ايضا بتسال، ثواني اشوف الصوره تبعها، بتسال هل يمكن الاعتماد على الحرقه اثناء التبول كعرض من اجل زراعه طبعا مع وجود بص والبكتيريا في الفحص؟ هون اختلفت، في بص عندي، في بكتيريا، وفي عندي هذا اللي هو الحرقه في البول، هو عباره عن سيمبتوم، تمام؟ ضروري بعمل كلتشر، مش غلط، وهذا الصح اني اعمل كلتشر. ما انت بتحكي انه في بكتيريا وبتحكي انه في حرقه في البول وبتحكي انه في بص، اكيد يعني بدي اعمل كلتشر. طب دكتور في صوره حارسلك اياها الان على التليجرام، الاخت بيرسلها بتقول لو كانت زي هيك كيف بقدر اعدها؟ سمعني؟ سامعك. هاي على الاي ام بي، هاي ايكولاي مثلك جرين شيت، مزبوط اللي بعثتها. مسلية على الاي ام بي مزروعة، هاي ايكولاي، وهاي طبعا اثرت فيها على المسنجر ولا تعرضها للزملاء؟ وصلتني على التليجرام، وصلتني. ثواني ارسلك على المسنجر. هاي على المسنجر وصلتك؟ واضحة دكتور أحمد؟ واضحة الصورة للجميع؟ واضحة جدا. تمام. هاي الصورة طبعا عبارة عن، أنا متأكد يعني هيك بحسب خبرتي، إنه هاي مزروعة على إي أم بي، وهي عبارة عن إيكولاي، بتعمل ميتاليك جرين شيت بنسميها، زي صفائح حديدية بس باللون الأخضر. هاي البكتيريا طبعا يعني ما فيش فيها أقعد أعد، هاي معروفة إنها فوق 100,000. Oh, my God.
تمام دكتور احمد، انت سالتني على انه هاي كيف بدي اعدها، هاي اكيد في انا وضحت لكم هاي الصوره في المحاضره، حكيت لكم انه اللي زي هيك الجروث اللي زي هيك ما بينعد، هذا خلص يعني مبين انها فوق ال 100000. طب في اسئله كثيره اسالها، اسئله كثيره من الزملاء. تمام. في موضوع اسئله كثيره. ثواني. واحده واحده بالله عليك. طب انا المشكله كمان بدي اغيب عنك ابو 10 دقائق. لا عشان احنا عندنا محاضره على الساعه 10، فخلينا نكمل لبكره، بس خلينا نسال الاسئله هذه. الاخت هند بتسال بالنسبة للدراج ريزيستانس، بس هي في شو أعمل وكيف وكيف أعمل الاعتماد النتيجة؟ هذا في الدراج ريزيستانس له شغل ثاني، هاي البكتيريا بتكون مالتي دراج ريزيستانس، يعني معظم هاي السؤال واضح. بالنسبة للدراج ريزيستانس عندي ميكروب ريزيست لكل المضادات، شو أعمل وكيف أعمل الاعتماد النتيجة؟ بكتب في الريبورت انه الميكروب اللي عندي، طبعا بحط كل المضادات الحيويه اللي حطيتها وبحطها انه ريزيستنس عادي جدا، وبكتب انها مالتي دراج ريزيستنس. طبعا هون في عندنا ديسكات، في ديسكات يا جماعه الخير تابعه، او بلاش نقول تابعه، يعني الشركات بتعملها انه عباره عن دراج، وفي ديسكات مختلفه بتكون للليكويد، يعني زي السيبترياكزون. السيبترياكزون هو عباره عن ابره انجكشن، تمام. في منها بس عشان صوت بقطع. الأخت أمل ماجد رزق الشحيبر وفتحية منصور محمد، بسكر المايكات عنكم ترجع تفتحوا ليش؟ بتفتحوا المايكات ليش بعد ما سكروا؟ إيش المغزى في الموضوع إنكم تفتحوا المايكات تاني؟ هاي التفكير. والمرة الثانية لو انفتحت المايكات حسوي طرد اللي بيفتحها، خلوا زملائكم يستفيدوا. توكل على دكتور، معلش بسكر المايكات برجع بفتحوها، بسكر برجع بفتحوها. اخر بوك ليش متعصب؟ معلش يا دكتور كمل. طيب ماشي دكتور احمد، هسه الانتي ميكروبيال زي ما حكيت انه انا بحط للطبيب انه هاي الدراجز كلها ريزيستنس وما اعطت اي سنسيتيفيتي عليها، وطبعا في نوعيات خاصه طبعا مش متداول وموجوده، يعني الانتي بايوتيك هاي بتكون انجكشن، يعني هاي الديسك معموله للانجكشن مش للدراجز، يعني مش للحبوب، فممكن هاي استخدمها في كلتشر ثاني واشوف هل تعطي سنسيتيف ولا لا، واذا اعطت ريزيستنس كمان انا بكتب انه هاي ريزيستنس. طبعا هاي تتحول للمستشفى، في المستشفى زي الميرينم، هذا اللي هي الانتي بايوتيك الثانيه الخاصه اللي موجوده في المستشفيات، هم بيتعاملوا معها. تمام. في سؤال اخر من بعض الاخوه، والله هي اسئله كثيره. بتسال الاخت هل ممكن يكون نتيجة الكونتامينيشن، هذه الأخت هند الغرام، هل ممكن يكون نتيجة الكونتامينيشن رغم أنه الميكروبين فوق المية؟ لا هذا سألناه. سؤال الأخت لميا مراد تسأل عند الإصابة بنوعين من البكتيريا عند وصف المضاد الحيوي بيكون فيه تعارض، هل بيكون فيه تعارض بنوعين من البكتيريا؟ كمان مرة دكتور، عند الإصابة بنوعين من البكتيريا عند وصف المضاد الحيوي بيكون في تعارض لنوعين من البكتيريا ولا لا؟ هيك سؤال هاي. طبعا احنا حكينا اول شيء عن التو سبيشيز او تو كولونيز والثري كولونيز، حكينا احنا بنختار طبعا الهاي كاونت ونشتغل عليها. هسه احنا في حاله اللي هم التو كولونيز او تو سبيشيز، الاثنين هذول كانوا فوق ال 100000 فلنفرض، وكان في بص وكان في سيمتومز، يعني في يو تي اي وجاي من هذول التو سبيشيز، تمام. هسه انا بقدر اعطي انتي بايوتيك اثنين عادي جدا، اذا طلع عندي مختلفين الاثنين في الكلتشر انه هاي انتي بايوتيك وهاي انتي بايوتيك لحال،
انا بقدر اعطي الاثنين، هذا واحد اثنين، اذا الاثنتين اجتمعن على انتيبيوتيك واحد بقدر اعطيه هو. تمام. الاخت او الاخ كان مو اسم زي هيك، اذا حطينا عينة اليورين بالثلاجة لحد ما نزرعها، كم يكون اقصى وقت ممكن تنحط بالثلاجة؟ 24 hour 24 ساعة. تمام. الاخت زينب الحطامي تسأل، اللي بنعتمده اكثر في نقل المريض لعامل مزرعة عند وجود البص، البص مكتوبيه بالانجليزي ما تكتبوش بالعربي، عند وجود البص او البكتيريا في فحص اليورين عادي، كم كمية البص تحت المجهر اللي بيحول فيها المريض لعامل مزرعة، يحول فيها المريض لعامل مزرعة؟ تمام. بتاع كلمة البص بالعربي. انا طلعت عن ال 12 تمام في العدد، هون بيتطلب انه اعمل كلتشر هيك طبعا الريفرنس. دكتور محمد بتعرف والله تمام. وعلى زمتي، وعلى زمتي اقولها اقسم بالله، انه لما كنت في مختبر في قطاع غزة، واقولها والله وانا صادق فيه، كنت في مختبر في قطاع غزة، كان تطلع مثلا الباص من 3 إلى 5 من 2 إلى 3، والله انه كان الطبيب كان 3 إلى 5 كم؟ ايش بتحكي انه كانوا يعملوا كلتشر او يطلبوا كلتشر والباص من 3 إلى 5؟ والله كان يكتب في الريبورت انه الباص اكثر من 15 مثلا، من اكثر، عشان الطبيب يطلب كلتشر عشان يسويه عند تبع المختبر، مع انه يكون الباص والله من 3 من 3 ل 5 او من يعني هيك 3 ل 5 او من 5 والله. طيب عشان يشتغلوا هيك قصدنا. والله انا كنت لسه جديد وما كنت بعرف الامور هذه. انا حتى لما لما عرفت بعدين قلت تبع المختبر، قلت له حرام اللي بتسوي، قال لي غير هيك مش هتقدر تشتغل. صحيح حرام. في سؤال، في سؤال ايضا، كم لو كانت البكتيريا طلعت بروتياس، هل بتعمل سوارمينج، كتبها بالعربي، هل تعمل سوارمينج كيف بعدها؟ شو تعمل سوارمينج؟ اكيد. ولا كيف بدي اتعرف عليها؟ هاي من يعني الشغلات اللي بتعرفني على انها هاي بروتياس. طبعا هي بتعمل سوارمينج ليش؟ لأنها هي بدها تتكيف مع الظروف المحيطة فيها. بس في الكليد اللي أنا فرجيتكم إياها، في الكليد ميديا، الكليد آجر، البروتياس ما بتعمل سوارمينج. ليش؟ لأنه الكليد ما فيها إلكترولايتس، ما فيش فيها الحاجات اللي بتتطلب إلا البروتياس أنها تعمل سوارمينج. تمام. الأخت هند الغرام تسأل، هل ممكن يكون ريزيستانس نتيجة كونتامينيشن رغم أنه الميكروبين فوق المية؟ هل ممكن يكون ريزيستنس لانه في، طب هو انت قبل وانت بتشتغل فيها طلع جروث معك، بتشوف انه هذول كونتامينيشن او لا بناء على انا شو حكيت لك حسب البص والسيمتومز والكاونت. تمام. الاخت انتصار حمد جاوبها او لا؟ الاخت انتصار افتح المايك، افتح المايك يا اخت انتصار، اسال السؤال. والله تعبت وانا بسال، اسال السؤال اخت انتصار. السلام عليكم دكتور. دكتور معلش سؤالي هو، لما تكون العينة اليورين في الروتين فول فيلد باس، يعني الفيلد كله باس، لكن لما ندير له مزرعة يطلع لي نو جروس، شو التفسير هذا؟ ممكن هون في عندنا شغلات كثير. ممكن انه المريض بياخذ انتيبيوتيك، هذا واحد. اثنين، تأكدي من الكلتشر، تأكد من الميديا، آسف، الميديا اللي أنت زارعة عليها ممكن تكون، يعني خلينا نحكي البلد، أنت لما بتيجي تأخذوا الميديا بتعملوا 5% بلد، مزبوط؟ هسا البلد هاي من وين بتجيبيها؟ أكيد مش شيب. سمعيتني؟ لا، نستعمله في بلد أنت هيومن. نعم دكتور. تا هيومان. اتأكدي من انه المريض او من الناس اللي انت اخذتي منهم البلد انهم ما بياخذوا انتيبيوتكس.
لانه اذا بياخذوا انتي بايوتكس وعملتي الميديا من هارد الدم والله على المفهوم في دكتور على الكليد او المفهوم كي هون بطلب ريبيت للعينه. اذا في عندي انا شرحت هاي الحاله بعمل اذا طلع عندي على الكليد او المفهوم كي وفي عندي بس او سيمتومز والكولوني كاونت ما فيش او ما فيش عندي اصلا جروث هون يعني بعمل ريبيت لها. البليت يقعد كلير يا دكتور مزبوط كلير لأن إنه أنت مش عامل ميكس أم هي أكثر ممكن أنت مش عامل ميكس سسبنشن ريسسبنشن للأورجانيزم ومش ماخذ دروب منيحة هذا واحد أو مثلا إنه الانكيوبيتر اللي أنت حطيته فيه مثلا ما كانت 37 درجة ممكن يعني في أكثر من شغلة أنت ممكن مشتغليتها أو اللي اشتغلوا بكون مش يعني بطريقة مش صحيحة عشان هيك بقول لك ضروري تعملي ريبيت للعينة. عفوا دكتور وفي حالة كمان اللي هي الأسبتك بايور مش خطأ تكنيشن روي دكتور أوكي في كمان حالة مزبوط تمام جود. في عندي كمان حالة إنه في عندي بس يعني فول للعينة بس هاي البس ما فيش فيها بكتيريا أنا شرحت هاي الحالة بنسميها أسبتك بايوريا بسبب ديهايدريشن يعني في عندي بس فول بس ما في عندي بكتيريا جفاف يعني عنده بالضبط هاي الحالة شرحت أنا قبل هيك تمام يا دكتور الحالة هذه في أمهات الحوامل تقعد نورمال صحيح البص لما يقعد هاي ونقرص تقعد نورمال صح النتيجة؟ مزبوط إذا أنا عملت الكلتشر بشكل صحيح وما في عندي كولوني كاونت بس في عندي بص وما فيش عندي سيمتومز أسبتك بايوريا بنسميها بسبب ديهايدريشن نو سيجنيفيكانت جروث وممكن طبعا زي ما قلت لك تعملي ريبيت عشان تتأكدي شكرا دكتور شكرا على التواصل بارك الله فيك دكتور يا اهلا سلام دكتور محمد سمعني معك سامعك تمام في اسئله ايضا للزملاء خلينا اسالها بس قبل ما اسال الاسئله يا جماعه ركزوا معي كويس الله يكرم اصلكم في فورم الحضور عشان محدش يحرم من الشهاده ابو فورم الحضور هيني نشرته على الشات وبطلب منكم كلمة سر كلمة السر هي A capital كل واحد يسجل في الفورم يعني بقول كل واحد يسجل في الفورم يعمل سكرين شوت بعد التسجيل تمام يلا ابدأ سجله في الأسئلة دكتور محمد اللهم صل على النبي نور الدين غلابي بيسأل لو ما كان في بس تحت الميكروسكوب لكن في بكتيريا تزرع ولا لا إذا ما كان في بس في بكتيريا إذا ما كان في بس لكن في بكتيريا تحت الميكروسكوب تزرع ولا لا أكيد بزرعها أصلا ليش هو جايك وعامل أناليسيز ممكن يكون في سيمتومز ففي عندي سيمتومز هذا واحد وعندي بكتيريا وبالتالي بعمل كلتشر طيب بالنسبة الأخت هند الغرام تسأل بالنسبة للجرام بوزيتيف بكتيريا في اليورين والنمو 100 فما فوق هل تعتمد؟ طبعا شو المشكلة؟ جرام بوزيتيف ستاف أورياس ستريبتوكوكس جروب بي بتقولك على الرغم انه المعروف انه الجرام بوزيتيف ما بتعمل UTI على الاغلب صحيح هالكلام ولا لا؟ مين حكى سبروفيتيكاس الستافيلوكوكس أورياس شو هذول؟ تمام في حال عنده سؤال دكتور خلينا نكمل بكرة إن شاء الله بكرة نكمل الساعة كم فيش في عندي 2 كيس ستادي وفي عندي هذول الثلاث أربع أسئلة فقط يعني والله حاب إن المحاضرة تطول أقسم بالله يعني بأمانة الواحد استمتع بالشرح الله يرضى عليك والله بتكلم جد يا دكتور محمد أقسم بالله يعني لو بكرة تعطينا دورة أو محاضرة والله أنا حابب يعني بكرة مثلا هاي بكرة فاضيين يعني
ملينا اليوم بكرة إذا تقدر. والله يا دكتور أحمد أنا يعني مش عارف الوقت تبعي مش مناسب، ويمكن أنتوا شفتوا اليوم وبعتذر كثير منكم كلكم، بس وقت أنا ما أشوف يعني برتب الأمور وبحكي لك بخبرك عشان دي أي مشكلة. بكرة إذا بالليل فضيت هيك الساعة 9 الساعة 8 بالليل ما خلينا على تواصل أنا وياك وبنشوف شو بصير، فش عندي مشكلة عشان لا لا اسمع ثواني ثواني دي بشغل المايك شادة ثواني بس ثواني تمام. دكتور محمد عشان الزملاء يعني يكونوا حاضرين حالهم، هل ممكن تعطي بكرة بالليل؟ بكرة شوف احنا عكس الفجر للفجر معك أحمد، خليني بس أرتب أموري بشوف بقول لك لأنه لسه في دراسي يعني شغلة، إذا في مجال عادي في شندي أي مشكلة بخبرك قبل عشان يكونوا عارفين. تمام تمام. طب الدكتور نصار عندك؟ دكتور صالح عندي موجود بس برضو ما بعرف يعني رتب معاه، خليني أنا أخلص بس الحالة اللي عندي وفيش عندي أي مشكلة بشوفك. توكل على الله توكل على الله. يلا خلينا أسوي جماعة تنسوش الفورم سجلوا فيه وتسوي سكرين شوت، سكرين شوت عشان تأكيد انك انت سجلت. الكلمة السر AA بالكابيتال. توكل على دكتور محمد. دكتور محمد سمعني؟ دكتور محمد افتح المايك. دكتور محمد سمعني؟ ايوه دكتور احمد، بس دقيقه لانه بسحب في عينه. دكتور صالح ايوه معك. ايش رايك بكره تعطينا دوره الانتيبيوتكس؟ والله المشكله انه بكره عندي دوام وانت عارف دوامات المستشفى كيف، هاي المشكله. فكر الكل سلام توكل على الله. رجعت الكل عندنا شويه كويستشنز هذول لا طبعا للحضور، هذول الكويستشنز بس بغنن انه يعني انه حضر وشوي فهم اللي انا حكيته. اول سؤال هو many different types of bacteria can cause infection of the urinary tract، هل هو صح او خطا؟ طبعا افتح المايكات يا دكتور احمد للحضور ونشوف كيف الاجابات. صح دكتور، بس كبر الشاشة. الان فهمت الاخت هند لما قالت تي 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 قالت انه كله صح اجابات الاسئله الاربعه الاخت هند الغرام. سامعني انت يا دكتور احمد؟ تمام. جماعه السؤال الاول infection of the urinary tract true or false؟ true or false؟ true. انا شرحتها وحكيت هالنقطه هاي انه هل ممكن يصير اذا تتذكروا يوم حكيت في 3 سبيشيز نساو باكتيريين او هل ممكن نساو انفكشن؟ هو يا دكتور الاورجانيزم بيعتمد على السياده. مين كان يتكلم؟ أنا ختام. الأورجانيزم في المعيشة بيعتمد على السيادة، فثلاثة ما بعيشوش مع بعض إلا وما واحد يسود أو زي ما تفضلت اثنين، أكثر شيء اثنين. بالضبط، وهذا اللي أنا حكيته وشرحته لما حكيت في 3 كولون. هذا بالنسبة لأول سؤال. السؤال الثاني بيحكي إن infection في الأوريثرا isn't
treated. الدراسية تقول يعني إذا إحنا ما عالجنا الانفكشن اللي موجود في اليوريثرا، هل ممكن البكتيريا تمشي حد البلادر وتسبب لها انفكشن؟ نعم مظبوط. زي إيش هاي الحالة؟ هاي الحالة أو خلينا نحكي كمان في اللي بعدها زي ما بصير أحمد وسأل قبل، لما بناخذ عينة السوبرا بيوبين ليش أخذناها؟ عشان إحنا نتأكد هل الانفكشن وصل الجول البلادر ولا لا. تمام ممتاز. جماعة الدكتور وبيسأل السؤال، سكروا المايكات عشان صوت الدكتور بتشوش بسبب مايكاتكم. مليار مرة هعيد وأزيد، الآن انطردت اثنين، سكروا مايكاتكم لما الدكتور يسأل، ركزوا إنكم تسكروا مايكاتكم والدكتور بيسأل. توكل على الدكتور. في كمان السؤال اللي بعده يعني تقدر تقول زي ما مربوط فيه شوية، إنه الكيدني ستون كان كوز أوف يو تي آي، هون حكينا إحنا وسألت كمان الأخت أتوقع إنه هل الحصوة ممكن إنها تسبب التهاب مسالك بولية؟ أكيد هاي الحالة والحالة اللي قبلها، إذا إحنا برضو ما عملنا علاج لليوريثرا برضو ممكن تنتقل لفوق، والستون إذا ما إحنا عالجناها ويعني سواء ريموف أو بليزر ممكن تسبب طبعا أكيد يو تي آي. تمام. ليش؟ كمان في حالة الكاثيتر، لما أنا أركب الكاثيتر أو أي أوبستركشن بصير عندي، في هاي الحالة البكتيريا إحنا زي وكأننا بندفعها، زي وكأننا بنحركها لفوق عشان يصير يعني ممكن يصير يو تي آي سواء في الكاثيتر أو سواء إذا ما عالجنا اليوريثرا. والكيدني ستونز برضو بنفس الطريقة ممكن تسبب لنا بلوك وتعمل يعني ما يتنزل اليورين، وبالتالي يصير عندنا انفكشن. ونفس الحكي برضو عند الكبار في العمر، لما البروستات جلاند بصير لها انلارج برضو بتعمل سلو للفلو اوف يورين، وبالتالي ممكن ينشأ عندنا او يصير عندنا ريسك لانفكشن، وممكن يصير انفكشن. وبرضو نفس الطريقة الكاثيترز او التيوبز. طيب السؤال خلينا نحكي الرابع، الومن جيت مور يو تي اي ذان من، ليش الستات اكثر عرضه لالتهاب المسالك البوليه من الرجال؟ برضو حكيت عشان الجينيتاليا قريبه من الايه قريبه من بعض، فالايكول واي هي النورمال بتطلع من فتحه الشرج بالانف، اذا كانت التمسيح خاطئ هتنتقل الايكول واي لفتحه البول، ممكن تعمل يو تي اي. ممتاز جدا، هذا اللي انا كنت احكي في المحاضره، وعشان هيك انا سالت عشان اشوف انه كان حدا مركز معي ولا لا. احسنتي. طيب في عندنا كيس ستادي كمان اقراوها هاي بشكل منيح. طبعا بتحكي انه في عندي 25 سنه ست دخلت على الطبيب، الطبيب عنده اخذ منها السيمتومز، كانت السيمتومز عباره عن ابدومينال بين زي ما حكيت، بين ديورينج يورينيشن، سيفير اتشينج يعني في حكه شديده، في بين ديورينج سيكشوال انتركورس. الطبيب طبعا سسبكتد هو انه توقع انه في يو تي اي، وبالتالي قال لها اعمل يورين اناليسيس يورين كلتشر، وكانت الريزلت زي هيك. في اليورين اناليسيس الوايت بلاد سيلز كاونت واز نوت الفيتد، يعني ما كان مرتفع. طيب اليورين كلتشر الكولون كاونت هذا برضو اقل من 10. شو انا ممكن اكتب في الريبورت وشو ممكن انا اعمل ريكومندد مع انه شوفوا في عندي سيمبتومز؟ طبعا انا هاي اللي بحكي فيه في الكيس ستادي انا شارحه، يعني إذا كنتم مركزين في الشرح هذا السؤال ممكن تقدروا تقولوا. ممكن تكون كلاميديا، ممكن تكون كانديدا البيكاني، ممكن تكون أنذر مايكروبس، يعني مش ضروري تكون بكتيريا اللي هي السبب. ممتاز جدا صحيح. شو بكتب في الريبورت هون؟ بكتب في الريبورت هون طبعا عندي كولين كاونت اقل من 10، وبالتالي بكتب نو سيجنيفيكانت جروث، وبعمل ريكومنديشن انه يعمل يوريثرال او سيرفيكال كلتشر. مزبوط تمام. طيب الكيس عندنا برضو عن الحرقه، لما يصير في تبول، بين ديورينج يورينيشن برضو في الم، البول برضو كلاودي،
طبعا بعثوا لها ميدستريم يورين لللاب عشان يعملوا لها اناليسيز وكلتشر. كانت الريزلت انه في بس هاي، خلينا نركز، وفي الكولوني كاونت اكثر من 100، بس لمين؟ في عندنا فور 3 كولونيز، يعني لثلاث كولونيز، يعني ميكس 3 كولونيز، تمام. في عندي بس وفي عندي سيمبتومز، وفي عندي الكولوني كاونت فوق ال 100,000، بس الثلاثه نفس الشيء فوق ال 100,000 للثري كولونيز. شو هون بكتب في الريبورت وشو بعمل ريكومنديشن؟ كونتامينيشن هون بحط الريبورت وبعمل ريبيت. هذول اللي احنا ركزنا عليهم وحكينا انه في عندنا ثري كولونيز وفي ميكس. احسنتوا، والله اني انبسطت انه يعني كاني معاي في الشرح، والشرح وصل والمعلومات وصلت. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه يا جماعه. الله يبارك فيك دكتور محمد، وجزاك الله كل خير واحسن الله. الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا متقبلا لوجهه، وان ينفع بك، وان ينفعنا بك، ينفعنا بعلم جديد. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. الله يبارك فيك. جماعة تنسوش الآن كمان 20 دقيقة هتبدأ دورة الكواليتي كنترول أند لاب مانجمنت مع الدكتور ضرب حجير. اليوم حاخد أول حضور غياب مراعاة للإخوة اللي ما أخذوا حضور غياب مبارح. اليوم حاخد أول حضور غياب، جهزوا حالكم 20 دقيقة ونبدأ بإذن الله تعالى. دكتور محمد جزاك الله كل خير، وألف ألف مبارك عليكم يا جماعة، انتهاء هذه الدورة بنجاح، وإن شاء الله انتظروا الشهادات لهذه الدورة بمدة 4 ساعات. جزاك الله كل خير دكتور محمد. الله يسعدك يا رب، ويجزيك ألف خير ويعطيك ألف عافية جميعا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا.